اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز دكتور كريم مدحت. اهلا بك يا دكتور كريم. أهلاً نور دكتور. بنور حضرتك يا دكتور ايمن. عايز ابدا الاول معاك، يعني هل طبيب الاسنان في بعض الاوقات يتحول الى طبيب نفسي؟ دي مهمه جدا النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انا بشوف من وجهه نظري ان علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. انا بشوف ان النتيجه دي بتفرق بقد ايه، او الراحه النفسيه دي بتفرق في اكتر من 60%. تمام، هو متقبل الكلام اللي انت بتقوله، اوير وفاهم على وعي بالكلام ده، طالما هو مرتاح لك نفسيا متقبل الكلام ده وفاهم خطه العلاج بتاعتك. وكمان لازم ابقى فاهم الدوافع والدواعي بتاعه المريض ده ناحيه هو بيعمل تجميل، سواء بيعمل تجميل او بيعمل علاج او بيعمل زراعه، اكيد في دوافع ليه. الدوافع دي ممكن تكون للشكل، يعني نتيجة شكل أو مظهر أو شكل مش كويس، ممكن تكون دواعي مرضية. هو عنده مشكلة معينة في المعدة، سوء هضم بسبب سنانه اللي فيها مشاكل كتير. فلازم يبقى فاهمين الكلام ده عشان نعرف نتعامل مع المريض ده ونوصل بيه لأفضل نتيجة تناسبه، يبقى ساتسفايد 100%، يبقى راضي 100% عن النتيجة دي، وإحنا كمان نبقى راضيين 100% عن النتيجة دي. في عالم التجميل الماتيريال المستخدمة، يعني أقصد بالماتيريال الزاركون، الإيماكس، السيراميك، حسب بقى انتوا الحاجات اللي هي الجديده بقى. ده في حاجه دلوقتي جديده كمان هنبقى نتكلم عليها النهارده، في اللي هو الزيركون الاف اكس المالتي لاير. دي الطفره او التقدم الجديد في عالم السنان. هو بيجمع حاجتين، بيجمع ما بين صلابه الزيركون مثلا، دي الحاجه الموست ريسنت اللي هي اخر حاجه وصلنا لها دلوقتي، ما بين صلابه الزيركون والشفافيه والشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس، بتاع الايماكس بالظبط. بالظبط، بيديك الاثنين، بيديك الصلابه بتاعته وفي نفس الوقت بيديك الشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس. ده مثلا مراحل التطور. هو اصلا نرجع لورا ونشوف مراحل التطور كان ايه. كان زمان الكراون، او ما كانش فيه طبعا فينير من زمان، الكلام ده انا بتكلم من 30 سنه او الكلام ده، او 20 سنه، 25 30 سنه، ما كانش فيه طبعا فينيرز، ما كانش فيه الكلام ده. كانت كراونز. كانت الكراونز عباره عن متر معدن، طربوش معدني اللي كان بيتعمل في السنان اللي قدام دي، او سنه ذهب، ده اللي هو اثرياء القوم هي اللي بتعمل السنان الذهب. الموضوع تطور لانه ما بقاش شكل جمالي، بغض النظر عن الموضوع بيعبر عن ثراء او عكسه، هو مش شكل جمالي خالص. فبقت الحاجه للشكل الجمالي هي المطلوبه. فبدأنا السنة المعدنية دي أو التربوش المعدني ده نعمله فيسنج. فيسنج يعني إيه؟ الواجهة بس من بره نحط عليها طبقة بلاستيك. الموضوع اتطور شوية لأنه هو مازال لسه مش هيجينيك، لسه مش متلائم مع أنسجة البق، مع اللسة، مع الأسنان، مع الحاجات دي كلها، وبدأ يعمل مشاكل مع الوقت. فبدأوا يطوروا في الموضوع وعملوا الفول كافرج بورسلين. هو برضو القلب بتاعه معدن بس غطوه كله بطبقة البورسلين عشان يبقى من بره ومن جوه الشكل جمالي. الموضوع تطور اكتر وقالوا لقوا ان المعدن ده، لقينا ان المعدن ده بكل بساطه هو مع الوقت بيعمل ديسكلاريشن، بيغير في لون اللسه على مرور السنين. تمام، لانه بيتفاعل مع اللسه دي بيغير في لونها مع الوقت. كمان هو اسناننا الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما فيهاش المعدن ده. فبالتالي انا مستحيل اوصل بحاجه فيها معدن لدرجه 100% تجميل. بعد كده احتاجنا ان احنا نطلع الزيركون اللي عباره عن بلوكس بتتخرط عن طريق السرج، جهاز السرج ده تقدم او الطفره الكبيره. انا بشوف جهاز السرج ده الطفره الكبيره بقى في عالم التجميل والتركيبات والعدسات والكلام ده كله. شلنا المعدن، بقت التركيبات بتاعتنا عباره عن بلوك، بتختلف الماتيريال بتاعته على حسب انا محتاج ايه في الحاله دي. انا عندي واحد هيفي بايت، يعني عضته قويه، فمحتاج له حاجه تجميليه بس الصلابه بتاعتها قويه، بنستخدم مع زيركون. عندي واحد تاني، او مثلا هحتاج تركيبات كبيره شويه، هعمل تركيبات يعني اسنان مفقوده بس عدد اسنان كتير شويه. فانا محتاج في الحاله دي مثلا نتكلم عن الحاله دي. الحاله دي بصراحه اتعمل فيها شغل كتير. الحاله دي اللي اتعمل فيها هي معمول فيها عدسات ومعمول فيها شغل ليزر كمان. لان زي ما احنا شايفين السنان مش مرصوصه، الانياب جزء منها في اللثه نازله وجزء التاني طالع. تمام، الفراغات ما بين الاسنان كبيره. تمام، محتاجين اشتغلنا شويه الاول على اللثه، واحنا شايفين هنا في الصوره واضح ان احنا شغالين بالليزر فيها. الليزر ده بقى من اهم التطورات برضو. الليزر ده هو بتقدر تقص اللثه بتاعتنا وبتكويها في نفس الجلسه بدون بنج، بدون الم، وبتشوف النتيجه بتاعته لحظيه. ننسى بقى الجراحه وننسى المشرط وننسى الكلام ده كله. ليزر رائع طبعا. طبعا. اشتغلنا زي ما قلنا في الحاله اللي ورا دي ليزر عشان نرسم شكل اللثه، وبعد ما رسمنا شكل اللثه بتاعتنا بدانا نعمل الفينيرز بتاعتنا عشان يبقى عندنا السيمتري اليمين والشمال زي بعض وشكل الاسنان وحجمها متناسق وطريقه الكلام والنطق طبعا مختلفه لان الفراغات دي قفلناها، ففرقت معاها طبعا ان بوزيتيف واي بطريقه كويسه. دي خدت وقت قد ايه؟ حاله زي كده الليزر بس احنا بنحتاج ان احنا بنشتغل في جلسه واحده وبعدين بنشتغل التركيبات بتاعتنا، يعني بتخلص حاله زي كده في خلال 3 ايام مثلا او حاجه، عشان بس نستنى الهيلينج بروسيس او عمليه التطور بتاع التئام بتاع الليزر بس. ممكن ابتسامه
بتاعت انسان تختلف عن ابتسامه انسان تاني، حتى لو بينهم تشابه شكلي قريبين في الشكل من بعض. تشابه شكلي اوكي، بس هو برضو الابتسامه ما بيحكمهاش الشكل فقط. الابتسامه او تصميم الابتسامه بيحكمها عوامل كتير قوي، بيحكمها غير الشكل. يعني مثلا حاله زي دي التجميل، او الناس بتسمع عن هوليود سمايل اللي هي الابتسامه الناصعه البياض، حاله زي دي هي مش ابتسامه ناصعه البياض، الحاله دي تجميل. الاسنان اللي فوق كلها جملناها، لان طبعا فيها اجزاء مفقوده كتير وكسور وحاجات زي كده. دي ست، هي ست موظفه تمام، بشرتها مش فاتحه قوي، اسنانها مش فاتحه قوي، لو عملت لها حاجه ابيض ناصع اكيد هيبقى المنظر غريب جدا او ملفت، وهي ست كبيره وفي الشغل عندها، هي مش عايزه ان حد يبقى ملاحظ شكل اسنان يبقى حلو، هي تبقى راضيه عنها، ناتشرال جدا، ناتشرال جدا، يليق معاها، يليق مع بشرتها، يليق مع سنها، يعني يليق مع وظيفتها. اي حد يشوفها مش هيقول لها انت سنانك، انت محافظه على اسنانك. هو ده التجميل. هو التجميل مش نعمل حاجه بيضه باينه، هو التجميل تعمل حاجه كويسه شكلها حلو. ازاي نفرق، او بمعنى صح المريض نفسه يفرق بين دكتور ودكتور في التجميل؟ بكل بساطة أنا بشوف الدكتور ده هو عبارة عن إيه؟ حالة زي كده مثلا، دي حالة فينيرز تمام؟ الفكرة إحنا ليه اخترنا فينيرز مثلا؟ وده بيبين فرق ما بين دكتور ودكتور تاني. ليه اخترنا فينيرز؟ بشيل حضرتك يا دكتور، يعني مبسوط قوي وأنت عمال تنقل من حالة لحالة، بشيل حضرتك فيها فن وبساطة. وبرضو عجبني لغايه دلوقتي الناتشراليتي اللي هي الطبيعيه بتاعت الحاله. ما هو ده التجميل، احنا في 2018 دلوقتي مش بندور على اسنان بيضه بتنور، احنا بندور على شكل طبيعي حلو. حاله زي دي اول حاجه بنهتم بيها، رقم واحد نتعامل مع المريض وايه الدوافع ورا التجميل بتاعك، نفهم السايكولوجي بتاعته ونفهم هو ايه الدافع ورا التجميل. رقم اتنين نعمل له دايجنوز، نعمل له تشخيص صح. محتاج شغل لثه، محتاج حشوات، محتاج تنظيف، محتاج ايه بالظبط. رقم اتنين نبدا نظبط الكلام ده كله ونشوف النوع التجميل المناسب ليه. هل هيحتاج زراعه؟ مش هيحتاج لو اسنانه كامله. طيب لو هيحتاج، لو اسنانه كامله هيحتاج عدسات وهيدي له نتيجه افضل عدسات ولا تركيبات؟ لان انا بيجي لي ناس دكتور انا شفت العدسات وانا عايز اعمل عدسات. ما هو حالتك مش هينفعها عدسات، العدسات دي برضو هي ليها مجموعه قواعد عشان تعملها لازم تمشي عليها. متوفره عند حضرتك القواعد دي يبقى هتتعمل، مش متوفره مش هتتعمل. لو مشيت بالتكرار ده او بالستبس اللي بقول لحضرتك، وطبعا اهم من ده كله لازم يبقى فريق عمل، الوان مان شو، الدكتور اللي بيعمل كل حاجه ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. المفروض ايه اللي بيحصل؟ المفروض كل في تخصصه. احنا قلنا تشخيص، تريتمنت بلان تتحط، ويبقى دكتور التجميل ده مايسترو بيشغل حبه ناس حواليه، دكاتره حواليه، زملاء ليه، اللي بيشتغل على اللفه واللي بيشتغل على حسب تخصصه بالظبط، عشان نطلع النتيجه الممتازه. بيفرق عن ايه في ايه؟ زي ما بقول لحضرتك دكتور بيمشي بالمنهج ده ودكتور تاني ما بيمشيش بالمنهج ده، اكيد نتائج مختلفه خالص. في بقى دايما في عقول دلوقتي الناس استفسار عن القشره التجميليه، مين اللي ينفع له قشره تجميليه، وخصوصا الناس بتتلخبط بين القشره والكراون. القشره دي مبدئيا نعرف للناس القشره عشان يبقى عندها فكره هي ايه القشره التجميليه. القشره التجميليه دي هي عدسه خزفيه خالص بتتصنع من ماتيريالز كتير تجميليه، اي ماكس اشهرهم تمام، بتتلزق على السطح الخارجي للاسنان فقط. الهدف منها لو مثلا في كسور صغيره في الاسنان، يعني مثلا مش نص سنه مكسوره، كسور صغننه في الاسنان زي كده، كسر في السنتين دول، بنبدا نحضر الاسنان او بنحضر السطح الخارجي، بنعمل له تخشين بسيط كده، دي الانواع المتطوره كمان من العدسات، تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره، وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين عشان نشوف العدسه دي. طبعا دي كلها مراحل التحضير، حضرتك الاول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقه معينه عشان مرحله لزق العدسات لما تيجي تلزقها عليها تمام. بتعمل لها دي اس دي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر، بتصمم شكل العدسه دي هيطلع عامل ازاي والضحكه دي كلها هتطلع عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده هو الكسور اللي في الاسنان هي كسر صغير، لكن لو كسر اكبر من كده نص سنه مكسوره احنا خرجنا بره الفينيرز، ودي المعضله اللي احنا بنواجهها مع المرضى وفي التعامل معاهم، ان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوظف العدسه بشكل صح. بنبدا نحط الماتيريال بتاعتنا بتاعت اللزق ونعمل لها كيورنج، يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الاسنان، والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جدا 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 جدا، وما فيهوش طبعا اي مجهود. زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا من غير ما نبرد فيها كتير. ونبدا نظبط. مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير؟ لا، مفيش حاجه اسمها بريبلس بدون تحضير، دي مش موجوده. هو زي ما بقول لحضرتك اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 ملم. التخانه دي 4 من 10 ملي، اقل من نص الشرطه الصغيره اللي على المسطره.
دي بتحتاج ان احنا نعمل ايه؟ بنخشن السطح الخارجي للاسنان. حاله زي دي دي حاله مثلا الاسنان فيها مرصوصه الى حد ما، لكن بتعاني من تسوسات وفراغات وحاجات زي كده، تمام؟ تصبغات في الاول، تصبغات طبعا. بنبدا الاول اشتغلنا على اللثه، لان طبعا الحاله دي فيها نسبه صغيره من الدهكه اللثويه عشان نكبر حجم الاسنان شويه. بعد كده بدانا نعالج التسوسات والحاجات دي كلها، وبعد ما عملنا الكلام ده بدانا نعمل العدسات بتاعتنا، وطبعا اللون والديزاين على حسب شكل البيشنت، ملامح وشه، وظيفته، تمام، لون بشرته، الحاجات دي كلها. سؤال دايما عن العمر الافتراضي للعدسه، يعني في ناس عندها اعتقادات ان العدسه مش هتستحمل كتير. لا بتستحمل طبعا. بص يا دكتور، انا مقتنع دايما بحاجه صغيره. اجابه الموضوع ده هو عباره عن شقين. الشق الاول الدكتور، الشق الثاني المريض نفسه. ازاي؟ الدكتور انه يقوم يبقى دارس طبعا كويس قوي، وعارف هو بيعمل ايه، ومتخصص في اللي هو بيعمله، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي هو بيعمله يعمله مظبوط، ما يبقاش فيه مشاكل، العدسات دي تبقى مقفله كويس قوي، اللثه نكون اهتمينا بيها قبل ما نعمل العدسات بتاعتنا. ما هو الاسنان واللثه هما دول القواعد او الاساسات اللي انا ببدا ابني عليهم عمليه التجميل بتاعتي، يعني مش مجرد قشره احنا بنلزقها. لو حضرتك اهتميت كدكتور بالحاجات دي كلها ومشيت بيها بخطوات مظبوطه كده، انهيت الشق اللي عليك. طب الشق التاني ايه؟ الشق التاني اللي قلناه بتاع المريض. ايه المطلوب من المريض؟ العنايه بصحه الفم والاسنان بتاعته، اللي هم ايه؟ اللي هو غسيل الاسنان، وفي بعض الاحيان بنحتاج نستخدم ماوثوش، ويا ريت كمان لو نضيف عليها الثقافه اللي للاسف احنا بنفتقرها، بنفتقر ليها. هي ايه الثقافه دي؟ ثقافه التشيك اب. والمفروض بره في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده كله، كل ست شهور المفروض بتعمل زياره للدكتور بتاعك، سواء دكتور اسنان او دكتور باطني، بتعمل مجموعه تحاليل ومجموعه اشعاعات تشيك بيها على نفسك، تطمن على سلامه صحتك، عشان لو عندك مشكله اكيد علاجها هيبقى اسهل واسرع واوفر. طبعا لو هنتكلم على الشق المادي، اوفر بكتير من انك تعالجها في مرحله متاخره. ليه؟ هتلحقها قبل ما توصل لتوابع ليها. هي دي الفكره كلها. اللثه كررتها كتير النهارده. ايوه طبعا. كل حاله تقول لي دخلنا على اللثه نظبطها، دخلنا على اللثه عشان ابتسامه لثويه، دخلنا على اللثه فيها طبعا. ايه اهميه الناس على فكره مهمله اللثه في مصر بشكل كبير، انا شايف ده كويس. ده حقيقي فعلا. هقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ان اللثه جزء لا يتجزا من التجميل، تجميل الاسنان. ما هو الكادر بتاعنا عباره عن ايه؟ الكادر بتاعنا هو الجزء ده، مكون من شفايف، اسنان، لثه. لو عملت اسنان حلوه جدا، اسنان حلوه جدا جدا وما فيهاش اي مشاكل وشكلها تحفه، بس مثلا عندنا ضحكه لثويه، اول ما الحاله اللي قدامك او الحد اللي قدامك ده هيضحك عليك، مش هتشوف الاسنان الجميله اللي احنا عاملينها وتعبانين فيها وبازلين مجهود فيها. لا، حضرتك هتشوف ايه؟ هتشوف اللثه بتاعته الكبيره. حاله زي دي مثلا، دي حاله بنعمل لها تجميل، مش كل التجميل عباره عن فينيرز وكراون، في تجميل تاني عباره عن تقويم. حاله زي دي تقويم، بس للاسف الحاله دي عندها ضحكة لثوية وعندها حاجة اسمها هايبر بلاستيك جينجيفا. هي أصلا عندها ضحكة لثوية، ده رقم واحد. رقم اتنين، بسبب التقويم هي مش بتهتم بصحة سنانها، فحصل عندها حاجة اسمها اوفر جروث للثة، اللثة بتاعتها حصل فيها نمو، نمت زيادة عن اللزوم. فلو بصينا في الصورة اللي فوق، لو بصينا في الصورة اللي فوق يا دكتور أيمن، هو اوريدي سنانها مرصوصة، وده باين من الصور اللي تحت، يعني التقويم عامل معاها نتيجة كويسة. لكن فوق، هل حضرتك شايف أي حاجة من الأسنان المرصوصة الكويسة دي؟ لا، احنا شايفين لثة فقط، لثة شكلها مش حلو. عملنا ايه؟ الليزر في اقل من ربع ساعه بدون نقطه بنج واحده، بدانا نشتغل الاول على اللثه بتاعه الفك اللي فوق، تمام. بعدين استنينا، والسيشن تول اللي هي الصوره اللي جنبها على اليمين فوق دي، دي بعد ما اشتغلنا في نفس المرحله، تمام، في نفس السيشن، في نفس الزياره اللي بعدها، كانت الفولو اب بتاعه الفك اللي فوق، وبدانا كمان نشتغل في الفك اللي تحت اللي هي رقم أربعة اللي تحت. الصوره الاخيره اللي تحت دي، ده الفولو اب بتاع فوق وتحت، ولسه كمان اللثه دي بقت احسن، واحتمال نشتغل كمان جلسه كمان عليها. تمام. اللي انا اقصد اقوله ايه؟ حتى لو عملت تجميل لاسنانك وعامل تقويم وبترص اسنانك، بس لو اللثه بتاعتنا مش مهتمين بيها ومش مرسومه هي كمان مع الاسنان اللي احنا بنحاول نرصها، النتيجه بالنسبه لنا ايه؟ مفيش اي نوع من انواع التجميل. التكنولوجي بقى ساعدتنا ان احنا نسهل الموضوع على الحالات بتاعتنا وعلى نفسنا وعلى المرضى بتوعنا، زي ما بقول لحضرتك، في نو تايم، مفيش وقت، حاجه بسيطه خالص، وقت قليل جدا، مفيش بنج، مفيش الم، مفيش مشرط، مفيش عمليه جراحيه، مفيش خيط، مفيش الكلام ده كله. ده كله سهل الموضوع علينا، يبقى لازم طبعا نهتم باللثه. التركيبات قيمه مهمه جدا في عالم تجميل الاسنان، وقسم التركيبات تحس ان هو قسم كده زي الزراعه، يقول لك انا الزعيم، الزراعه يقول لك لا ده انا الزعيم. هو مش زعيم، انا بشوف الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين كتفهم في كتف بعض وبيكملوا بعض. ما هو الزراعه والتجميل، يعني الزراعه والتركيبات ما ينفعوش يبقوا واحد لوحده. في حالات تنفع تركيبات، وفي حالات تنفع زراعه، وفي حالات لازم الاثنين مع بعض.
تمام. وفي حالات الزراعه هي الزراعه مش بتكمل من غير تركيبات ده مبدئيا يعني الزراعه بتاعتنا عمليه الزراعه بتاعتنا ما بتكملش ابدا من غير تركيبات تمام. مثلا عندنا حاله زي ما قلنا فقد الاسنان فيها عدد كبير قوي من الاسنان, انا مش هقدر اعمل تركيبه ثابته هنا لان بكل بساطه لو عملت تركيبه مهما بلغت قوتها وما بلغت متانتها انا بعمل مشكلتين كبار هنا. المشكلتين دول واحده للتركيبه وواحده للاسنان اللي انا بعمل عليها التركيبه دي. هو ربنا خلق لنا الاسنان دي بعدد معين وبتوزيع معينه مش هباء, لا هو كل سنه من دول تقدر تستحمل لود معين. لما انا مثلا عندي مجموعه اسنان مفقوده كتيره زي ما احنا سايبين مثلا في الانيميشن ده مجموعه اسنان مفقوده كتيره, ده سنة واحدة بس دي اللي احنا هنتفرج عليه ده دلوقتي, دي سنة واحدة بس هي اللي مفقودة, والنوع ده من الزراعة تحديدا اسمه الزراعة الفورية اللي هو عندنا جذور او اسنان فيها مشاكل مش هينفع انها تتعالج, بنخلع السنة دي وفي نفس الجلسة بنحط الزرعة بتاعتنا وبنعمل يا اما طربوش فاينل يا اما بنعمل حاجة تمبري حاجة مؤقتة بتبقى شكلها حلو جدا 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 يقدر المريض بتاعنا يمشي بيها او يتعايش بيها. ده حاجة تانية خالص, دي طريقة علاج نفس المسافة دي بالتركيبات الثابتة تمام. احنا بنحضر سنه جنبها والسنه الناحيه الثانيه ونعوض السنه المفقوده دي بانها متعلقه في التو كراونز دول تمام. التركيبات الجزء اللي حضرتك شايفه ده دي مشاكل التركيبات اللي مش معموله مظبوطه اللي هي ازاي التركيبه بتاعتنا السنان مش متحضره كويس تمام, فبالتالي تبدا تسرب اكل تبدا تاكل السنان اللي تحتها وتعمل لنا خراريج زي ما حضرتك شايف تعمل لنا مشاكل. مع الوقت المشاكل دي كلها ممكن تؤدي لكسر السنان وتؤدي طبعا ان العظم بتاع الفك نفسه يكش زي ما احنا شايفين. الزراعه بتتميز عن التركيبه في الحته دي, لو عندنا الجزء المفقود ده احنا ممكن نحط الزرعيه في العظم المفقود ده هنستفاد بيه رقم واحد في السن مكان السن المفقوده, رقم واحد هنستفاد ان احنا عوضنا السن المفقوده, رقم اتنين هنستفاد ان احنا حافظنا على العظم في المكان ده بدون ان هو يكش لان الزرعه لوحدها هي بتحفز عظم ان هو يبني. فهنا التركيبه ممكن تبقى رائعه بس لازم تتعمل صح. ما هو احنا دايما قلنا او في الاول اتكلمنا قلنا كل حاجه عباره عن شقين, الدكتور يعمل الجزء بتاعه والمريض يعمل الجزء بتاعه تمام. كنا بنتكلم عن الزراعه والتركيبات ان هم حاجتين بيكملوا بعض تمام. الزراعه مثلا لو عندنا حاله فقد اسنان كامله تمام, او عندنا اسنان بس الاسنان دي بتتلخلخ, هعوض له ازاي سنانه اللي مفقوده على اسنان بتتلخلخ او على ما فيش اسنان خالص؟ هعوضها له ازاي؟ الحل ساعتها البديل بالنسبه له بيبقى المتحرك اللي انا شخصيا ما بحبوش لان انا ما بشوفوش هو ده الحل. بالعكس الاذى بتاعه يعني. الطقم الاذى بتاعه اكبر بكتير جدا يا دكتور من ان انت تفضل بدون سنان لسبب هو بيريح على اللثه وبيعمل فيها التهابات مستمره وكمان بيريح على العظم اللي بيخليه يكش اسرع فبيخلي عمليه الزراعه قدام لو فكرنا فيها اصعب كمان. كلمه زراعه حديثه الترم ده هو يعني يوحي ان في زراعه قديمه تمام. إيه هو يعني بكل بساطة الزراعة الحديثة والزراعة القديمة الفرق ما بينهم التكنولوجي اللي دخلت. بكل بساطة كان زمان الزراعة عبارة عن المسمار أو الزرعة المصنوعة من التيتانيوم وبتتحط وبنستنى عليها, كان زمان بنستنى لست شهور عشان خاطر العظم يلتئم عليها. التطور أو التكنولوجي اللي حصل إن إحنا بدأنا نعمل حاجة اسمها سيرفيس تريتمنت اللي هو معالجة السطح للزرعية دي نفسها. بتختلف فيه طبعا من شركة لشركة تانية بس هي الفكرة كلها معالجة السطح دي عبارة عن إيه؟ بنعرض الزرعية دي لأشعة جاما, بنغير في الديزاين بتاعها يبقى فيه فيرتيكال جروف كده في الزرعية يعني حفرة بطول الزرعة عشان الزرعة دي تقوم بوظيفتين. رقم واحد وحضرتك بتحط الزرعية دي أو بتربطها هي بتقطع في العظم ده وبتدخله في الجروف ده. طب ده هستفاد بيه إيه؟ ده كلام بالنسبة للناس اللي بتسمعه ده كلام يخوف, لكن هو بكل بساطة الديزاين ده بيساعد ان الزراعية دي تلتئم اسرع لانه العظم اللي هو بيشيله وانت بتحط الزراعية دي هو بيتكبس على الزراعية دي نفسها فبيديك ثبات مبدئي للزراعية اكتر وبيديك الفرصة بتاعت الزراعة او التحميل الفوري انك تحط الزراعية وتحط عليها الكراون. او كمان من الاضافات اللي ضافتها التكنولوجي اللي بقول لحضرتك عليها بتاعت معالجة الصح بتاعت الديزاينز المختلفة بتاعت الزراعات, ان انت دلوقتي بدل ما كنا بنستنى ست شهور عشان خاطر احط الكراون بتاعي على الزراعيه دي احنا دلوقتي بنتكلم من ست ثمان اسابيع بتقدر على طول انك تعمل ايه؟ تحط الكراون بتاعك على الزراعيه دي ما تستناش ست شهور زي الاول. الانيميشن اللي قدامنا ده او الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ايه؟ درس اتخلع بقاله فتره طويله جدا 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 ما اتزرعش مكانه او ما اتعملش مكانه حاجه. طب النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه بتاعته ان العظم كشف الحته دي زي ما احنا شايفين كده. احنا عايزين نعوض الكلام ده بنعمل ايه؟ بالنسبة لحالة زي دي عندنا vertical bone loss يعني فقدان للعظم كبير جدا بالأفقي يعني فقدان قصدي عمودي تمام. بنعوضه ازاي في حالة زي دي؟ دي حاجة اسمها bone block. بناخد جزء من عظم لو عندنا فقد كبير قوي للعظم بالمنظر ده بناخد جزء من العظم من
الضلوع تمام او من عظم الحوض، وبنبدا نحطه نثبته بمسامير، وبعد ما العظم ده يلتئم في خلال من 4 لـ6 شهور نبدا نحط الزراعيه بتاعتنا. تمام. اول طريقه الثانيه اللي عالجناها زي ما شفنا نوع تاني من العظم، بنعمل زراعه للعظم بس مش بوم بلوك، عظم يبقى شبه الباودر كده بنحطه في الاماكن لو ما عندناش فيرتيكال بلس، اماكن دي نعوض بيها عظم زراعي، عظم صناعي. تمام. وده دلوقتي كمان او النوع اللي ما بقى نوع تعويض العظم اللي ما بستخدمش فيه البوم بلوك او قطعه العظم اللي بحتاجها من 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 الحاله نفسها، بقدر ان انا احط زراعيه في المكان ده واكمل عليها عظم، وكمان الكلام ده اسيبه زي ما بقول لحضرتك 6 لـ8 أسابيع ونقدر نحملها على الزراعيه. حاله زي دي، دي كل الفم كانت دي سيده تمام ست، القصه كلها ان هي عندها مشكله صغيره خالص، هي مريضه سكر وللاسف مهمله فيه. فجت لنا وبدات تتكلم معانا ان هي عندها مشاكل بقى لها يمكن اكتر من 5 سنين أو 6 سنين بتعاني من ايه، بتعاني من مشاكل في معدتها، لحد ما راحت لدكتور وقال لها لا انا شايف ان انت مش هتتعالجي، انت بقى لك 5 سنين بتتعالجي. طب انت مشكلتك ايه؟ نبدا ندور على مشكله من جذورها. انت ما بتطبخيش الاكل، فبالتالي عندها عسر عظم، عندها مشاكل في معدتها، وعندها 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 وعندها. فبدات تلجا ساعتها انا عايز احل مشاكل. طبعا الحل الاولاني اللي هو الاسهل واللي المريض بيختاره في الاسهل او اللي الدكتور بيقترحه عليه طبعا الطقم. مشت بالطقم بتاعها ما كملتش يمكن 3 أسابيع وجت بتشتكي من التهابات رهيبه في اللثه. بدانا نعالج اللثه بتاعتنا دي، طبعا في الاول بنعمل لها اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتخليني امسك عظم الفك ده كانه في ايدي واشوف ابعاد العظم ارتفاعه وعرضه، لان على اساسه بحدد احنا هنحتاج كام زرعه نحطها. احنا الفك الواحد بنعوضه من 6 لـ8 زرعات، مع ان الفك الواحد فيه 16 سنه وضرس، بس بنقدر نعوض ال 16 سنه وضرس دولت بايه؟ ب6 لـ8 زرعات. تمام؟ بتوزيع هندسي معين، بنوزع اماكن الزرعات دي بطريقه. الحاله دي حطينا فيها 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت، وبعد ما حطينا الزرعات دي حطينا التركيبات بتاعتها اللي تحت. طب الحاله دي خدت قد ايه؟ كان عندها زي ما بقول لحضرتك فقد في العظم كبير، فاحتاجنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا واستنينا عليها شويه. استنينا عليها قد ايه؟ 6 أسابيع. بعد ال6 أسابيع جينا وعملنا التركيبات بتاعتنا بالمنظر ده. بالمناسبه الصوره اللي تحت على اليمين دي من الصور اللي بحبها جدا، لان انا بحب الانطباع الاول للبيشنت للعيان بتاعي اول ما يشوف اول ما يشوف نفسه في المرايه. دي كانت صورتها اول ما شافت نفسها في المرايه، ضحكه طبيعيه جدا، هي فرحت جدا بسنان. طبعا غير من شكلها ومن ملامحها ومن ابعاد الوش نفسه. ده يوريني السكر ما يمنعش الصراحة. ما يمنعش طبعا. طبعا طبعا دي برضو حاله فيها برضو احنا عندنا اللي موجود هم السنتين اللي فوق على الشمال دول، كام سنه؟ سنتين او 3 فوق على الشمال، ومعمول عليهم تركيبات كمان سيئه. بدانا ان احنا نعالج فيها ونزرع، نحط الزرعات بتاعتنا. بس الحاله دي كانت زراعه فوريه. يعني ايه زراعه فوريه؟ وتحميل فوري. حطينا الزراعات بتاعنا، كان عندنا حجم عظم هنا يسمح بان احنا نعمل كده، عندنا ابعاد عظم كويسه وجوده كثافه كويسه. سنه كام ده؟ درك الكبير شويه ده كان عنده 62 سنه. مش كبير، سن صغير. مش 62 حلو يعني بس يعني فقد السنين في السن ده مش بالحجم ده، معناه انه الموضوع بدأ من فتره طويله. طبعا بدأ من فتره طويله. ما هو القصه دي جت بعد ما برضو فشل موضوع المتحرك. هو المتحرك ما حدش بيرتاح فيه. ما حدش بيرتاح فيه، ما بيقدرش يكمل سنه واحده بالمتحرك، مزعج جدا طبعا. وبيبدا يفقد السنان. يعني لو عندنا مثلا سنتين زي كده، هو كان عنده سنتين بالمناسبه فوق، بس كان عامل فيهم المشابك بتاعه المتحرك. بكل بساطه المتحرك ومع كل عضة او مع الكلام او مع المضغ او مع الحاجات دي كلها، المشابك دي كانها بتخلع السنه. شهر 2 3 4 5 السنه دي خلاص انتهت وضاعت. فبالتالي لقى نفسه ان هو بيفقد اسنانه سيريال واحده. والراجل مستمتع جدا. اسنان جميله مزروعه طبيعي شبه طبيعي، قدر ياكل، قدر يقابل الناس، قدر يتعامل، قدر يعني. السنان دي او الحاله دي عملناها، انا متذكر جدا الحاله دي لانه كان عملها قبل فرح ابنه. هو بقى الفرح بيتحرك. فهو كان مهتم قوي يخلص القصه دي. دي من الحاجات اللي لازم نهتم بيها جدا يا دكتور ايمن. ظروف المريض بتاعنا ايه؟ وديت حجم العظم سمح لنا ان احنا نعمل ايميديت الزراعه الفوريه. دي برضو من الحالات الكويسه قوي. دي حاله تانية من الزراعه. كلهم فك كامل. فك كامل، الفك كامل. ما هو دي الحالات اللي بيبان فيها الفرق الكبير جدا 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 ما بين وجود زرعات. يا دكتور ايمن، الفقد الاسنان مش بيأثر بس على المعده او على الاكل زي ما ذكرنا، لا، دي حاله برضو فك كامل فوق وتحت. وزي ما حضرتك شايف الفرق ما بين فوق وتحت.
العظم الانسان او الوش، العظم ده هو الشاسيه اللي بيتشد عليه العضلات بتاعه الوش ويديك المنظر. كل ما فقد الاسنان ده يبقى موجود، كل ما الكرمشه وعمليات التعامل ايه يعني التقدم في السن علاماته تبقى موجوده وظاهره اكتر. الاسنان هي بتبدا تشد عصب عضلات الوش دي تاني وتبدا ترجع البني ادم 10 سنين لورا، تصغره 10 سنين لورا. ده بالنسبه للشق التجميلي بتاعه. دي برده حاله حلوه جدا جدا جدا، دي حاله 12 زراعيه، 6 زراعات فوق و6 زراعات تحت بالتركيبات بتاعتهم، بس دي كانت حاله متاخره شويه، يعني اخرنا التحميل عليها شويه، لان زي ما قلنا برضو احنا اللي بيتحكم في موضوع تحميل على الزرعات او التركيبات بتاعتنا على الزرعات وضع العظم بتاعنا. بنعمل اشعه مقطعيه، نعمل دراسه جامده قوي 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 للحاله دي ونبقى فاهمين بالظبط احنا هنعمل ايه، بعد كده اقدر احدد للحاله بتاعتي دي احنا هنقدر نزرع في قد ايه وهنحمل في قد ايه. الحاله دي هو كان عنده اسنان بس هي عباره عن جذور، جذوره طبعا عامله مشاكل كتير. دي الحاله دي استخدمنا برضو معاها الزراعه، بقينا نخلع الجذور دي وعملنا زراعه فوريه، لكن اخرنا التحميل بتاعها برضو شويه لان الاسنان اللي كانت محجوده دي او الجذور دي كانت عامله خراريج واكياس دهنيه، فاحتاجنا ان احنا نزرع عظم واحتاجنا ان احنا نستنى شويه عشان العظم والزرعه تلتئم العظم بتاعه عليها. وطبعا في الفتره دي بنعمل حاجات مؤقته بيبقى شكلها حلو جدا، تركيبات مؤقته شكلها حلو جدا يقدر يتكلم وياكل ويتعايش بيها جدا 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 لحد ما في الاخر بنوصل للشكل الجميل ده. لو شفنا حال التركيبات عشان برضو نقارن بين التركيبات والزراعه، لانه مش مقارنه، هي التركيبات بتكمل الزراعه لما بتحط عليه، لكن لو الحاله تركيبات اساسا من الاول تمام. طبعا برضو الاساليب الحديثه بتخدمك في التركيبات زي ما خدمتك في الزراعه اكيد مليون في الميه. التركيبات الحديثه دلوقتي حاله زي كده، الحاله دي اولا هي ما ينفعهاش قشره لسبب صغير، عندنا مسافات كبيره وعندنا فقد في اسنان كتير. يعني هي الحاله دي مثلا هي حاله هي مولوده بفقد الاسنان دي، هي ما فقدتش اسنانها، هي مولوده بشكل الاسنان أسنان. ده بالظبط الاسنان ناقصه عندها. طب نعمل ايه؟ بكل بساطه بناخد حاجه مقاس مبدئي، ده بنعمل بيه ايه؟ ده حاجه اسمها ستادي كوست، احنا بنعمل عليه دراسه، يبقى عندنا شكل الاسنان ده كبس احنا بنقعد نعمل عليه دراسه، وبعدين بندخل الصور دي كمان على سوفت وير جديد اللي هو دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين، بنبدا نرسم شكل الاسنان هيبقى عامل ازاي قبل ما نعملها. وبعد ده كله بنبدا نحضر الاسنان بتاعتنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها وبالقواعد اللي اتكلمنا فيها، وبعد ده نركب الاسنان بتاعتنا دي. حضرتك طبعا شايف الفرق الكبير اللي ما بين فوق وتحت، من مجموعه اسنان صغيره شكلها يعني غريب شويه بالظبط لاسنان مرصوصه وشكلها جميل. ودي تركيبات، دي تركيبات كراونز كلها. ما هو الميزه يعني الحاله دي مثلا كانت زيركون اللي هو النوع اللي بكلم حضرتك عنه اللي هي الزيركون الاف اكس المالتي لاير، ده النوع الجديد. حاله مثلا زي دي، الحاله دي عنده دايستما اللي هو الفلجه اللي ما بين الاسنان بس أوي. عنده كبيره قوي دي ما ينفعش ابدا اعوضها بقشره، مع ان هي في بعض الاحيان بينفع نعوضها بقشره، بس في الحاله دي لا، القشره طبعا مش هتستحمل، عوضناها بتركيبات. والكراونز دي اي ماكس شايف حضرتك، واشتغلنا على الاسنان الاماميه الاربعه ليه؟ عشان بكل بساطه لو اشتغلنا على الاثنين اللي قدام دول بس هينتج عندنا سنان عريضه وشكلها غريب، احنا عايزين نعمل تجميل. فبدانا ان احنا نكبر السنان اللي جنبهم دي شويه ودي شويه، طبعا ببروبورشنز بمعايير معينه او مقاييس معينه مش هباء، نكبر الاسنان دي شويه على اساسها نكبر الاسنان اللي جنبها شويه. هي ديزاين واجهزه وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل ايه وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. لو عندنا ال- 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 الخلطه دي كلها مع بعض عمليه تجميل ناجحه جدا طبعا. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت كان مبدعا في الدكتور، خليكم مع الدكتور. النهارده ضيف عزيز عليا جدا جدا، قيمه علميه كبيره جدا في عالم جراحات التجميل، واسم ليس على المستوى المصري فقط ولكن المستوى المصري والعرب ايضا على المستوى العربي، واسم عالمي يعني تاريخ العلم او علم التجميل من المصنفين القلائل على مستوى ليس مستوى عادي، لكن بفتخر جدا بابحاثه، وانا واحد من الناس انا باقر واعترف ان انا ذاكرت من كتبه
يبقى كنت انا طالب بس من سنوات قصيره مش من طويله. طبعا هو القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير الاستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق، استاذ جراحه التجميل بكليه الطب ودكتوراه، احد القلائل العرب الحاصلين على الدكتوراه من جامعه ميونخ بالمانيا، وعضو الجمعيه المصريه لجراحين التجميل ورئيس قسم الجراحه جراحه التجميل بمستشفى التيسير الدولي، المستشفى العريقه جدا في شرق الدلتا في الزقازيق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور ايمن، والله منور النهارده. اهلا بيك، يعني ده احنا بنسعد جدا بزياراتك. اهلا وسهلا يعني. الله اهلا بك، ربنا يقدرنا ونقدر نفيد المشاهدين كلهم. عايز ادخل في شفط الدهون، هذه المنطقه التي تحتاج مهاره عاليه جدا. شفط الدهون يعني ايه؟ شفط الدهون هي بعد التقييم هي وسيله لنحت الجسم، وبرضو الساده المشاهدين لازم يبقوا عارفين انها مش وسيله لانقاص الوزن، ولكن هي وسيله لنحت الجسم. بنعمل ريشيبينج او بنعمل تحديد للجسم يعني. يعني كتير قوي من البنات بتيجي تقول لك النص اللي فوق مش ماشي مع النص اللي تحت، انا بلبس فوق مقاس 42 تحت 46. ففي مشاكل بهذا الموضوع. انا برضو عايز المشاهد ان شاء الله يستفيد من الحلقه دي بحيث ان هو يشخص نفسه ازاي. اي حد مليان يعمل ايه او يروح فين، او بمعنى اصح دور جراحة التجميل اخبارها ايه؟ هل هو يجي لنا احنا نمرة واحد كده اي حد حاسس ان هو مليان شوية او تخين شوية يلا روح لدكتور التجميل؟ لا، بمنتهى الامانة دور جراحة التجميل نمرة اتنين مش نمرة واحد. ازاي يعني؟ اي حد بيعاني من السمنة اول خطوة لازم يعمل رجيم ورياضة. عظيم. قدامنا احتمالين، لو الجسم نزل بطريقة متناسقة، يعني ايه متناسقه؟ يعني مفيش بروزات، مفيش سمنه مضاعيه، يبقى في الحاله دي هو مش محتاج جراحه تجميل خالص. ليه؟ لان هو بيزيد بتناسق وبيقل بتناسق. طيب الاحتمال الثاني ان هو ينزل يقرب من الوزن المثالي بتاعه، ولكن في مناطق ما بتنزلش، عنده سمنه موضعيه، تكون بقى في الجناب، تكون في الهانش، تكون في اي مكان في الجسم، يبقى في سمنه موضعيه، يبقى انا نزلت اهو على الميزان والوزن قرب من الوزن المثالي بتاعي، لكن في مناطق ما بتنزلش، ودي غالبا بتبقى لها عوامل وراثيه. في الحاله دي يبدا هو يتوجه الى جراحه التجميل. عظيم. طب دورنا احنا في جراحه التجميل نعمل ايه؟ نبدا نقيم. لقينا الجلد مشدود، يعني ايه مشدود؟ مجرد بروز دهني كده، لكن مفيش حاجه ساقطه، جلد ماسك نفسه، المرونه بتاعته كويس. يبقى في الحاله دي بنتجه الى شفط الدهون بالليزر. لو لقينا الجلد مترهل زي مثلا حالات كتيره في البطن، تلاقي في زياده في الدهون ولكن الجلد ساقط لتحت، متدلي مترهل، يبقى في الحاله دي بنعمل حاجه تانية مع شفط الدهون. شفط الدهون لوحده مش هيبقى كفايه، ولكن بنعمل حاجه اسمها شد للجلد، يعني بنشيل جزء من الجلد. عظيم جدا. طيب شفط الدهون ما بين الطرق التقليديه وما بين الاسلوب التقليدي ثم الليزر ثم وما بينهما، يعني في اساليب كتير. هو تاريخ كتير لشفط الدهون من اول ما كان بيتعمل دراي، لكن احنا خلينا نتكلم في احدث حاجه. احدث حاجه اللي هي اب تو ديت اللي هو شفط الدهون الليزر. تمام. شفط الدهون عمليه بتتم تحت المخدر الموضعي. برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين كلمه مخدر موضعي، يعني تيجي تقول لك انا طب وانت هتعمل لي فتحه وتدخل انبوبه وانا صاحيه كده مش هقلق مش هخاف؟ لا، هي منظومه متكامله، حاجه اسمها كونشس سيديشن. يعني ايه؟ يعني مخدر موضعي لازم، يعني صحيح هو مخدر موضعي لكن لازم يعمل في مستشفى، ولازم المستشفى تكون امكانياتها كويسه، استاذ التخدير موجود ما بيسيبش العيان. طب هو يعني ايه كونشس سيديشن؟ يعني العيان صاحي لكن مسترخي مش قلقان. يبقى في استرخاء. يعني هو اللي هو الحال عشان الناس تتخيلها، حاله ما قبل النوم لما تحس ان انت كده شربت حاجه سخنه وهادي في السرير وقريب من النوم. تمام. ودكتور التخدير بيعمل مونيتورنج لكل اجهزه الجسم معانا طول ما احنا شغالين. عظيم. بنعمل ايه بقى في شفط الدهون بالليزر؟ احنا بنعمل فتحه، الفتحه دي فتحه صغيره من خلالها بنبدا ندخل انبوبه، نحقن محاليل وظيفتها تخدر المنطقه موضعيا زي ما اتفقنا ان احنا ايه مخدر موضعي والعيان صاحي بس مسترخي. وبعد كده نبدا، يعني لو جينا شفنا هنا مثلا هنا دي الاماكن اللي نقدر ان احنا نعمل لها شفط دهون في الجسم. العمالة تنور دي. بنعمل ايه؟ بنعمل ماركينج الاول، بنخطط زي ما احنا شايفين على المنطقه المراد ان احنا نشفط الدهون منها. وبعد كده بنعمل فتحه صغيره زي بتاعه المنظار كده، ومن خلالها بنبدا نحقن المحاليل اللي قلنا عليها، وبعد كده ندخل بالبروب بتاع الليزر. ليه الليزر؟ الليزر بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه بيكسر
جدار الخلية الدهنية استعدادا لشفطها كسر الدهون. نمرة 2 بيحافظ على الشعيرات الدموية اللي احنا شايفينها دي اللي هي الزرقاء والحمراء على اساس يقلل قوي فقد الدم. نمرة 3 ودي حاجة مهمة جدا ان هو بينشط الكولاجين اللي موجود في الجلد. طب وده اهميته ايه؟ اهميته ان هو بيساعد في شد الجلد في بعد شفط الدهون. زي ما احنا شايفين هنا ادي الليزر دخل في المنطقه زي ما احنا شايفين اهو بيعمل تكسير للدهون اللي موجوده استعدادا لشفطها زي ما احنا شايفين كده. طبعا المنطقه يعني بنعمل اكتر اشبه مرة بالتفجير يا فندم. هي اشبه فعلا كانه فجر قنبله. ونشوف بقى هنا بعد ما عملنا الشفط نلاقي المكان فضي مع المحافظه على الشعيرات الدمويه اللي احنا شايفينها دي اللي هي الحمراء والزرقاء، وعشان كده حاليا ما بيبقاش فيه فقد. وبعد كده بناخد وقت لغايه 3 شهور عشان يحصل انكماش بالنسبه الى الجلد وخلاله. طبعا اللي بنلبس زي ما احنا شايفين هنا بنلبس كرسيه لمده 3 شهور. عظيم جدا. الفنيات بقى يعني هنا مثلا حالات من حضرتك دي حالات حالات عاملينها قبل وبعد زي ما احنا شايفين لو بصينا عليه هنلاقي في بروز مثلا في الجنب، يعني في بروزات يعني سمنه موضعيه موجوده، وفي البطن من فوق وتحت اتعمل لها شفط دهون بالليزر والصوره دي بعد 3 شهور. لو شفناها بالجنب برده ممكن انها تبين، يعني شوف البطن هنا مثلا ده كانت البطن كان غريبه قوي عامله زي هدب ولكن مش مترهله. مش يعني مترهله ناخد بالنا، يعني عباره عن بروز دهني طالع لقدام بس عامله كتلتين من الدهون وكتلتين جانبيتين اسمى البطن زي ما احنا. بعد 3 شهور من شفط الدهون بالليزر زي ما احنا شايفين ان حصل طبعا احنا شفطنا الدهون وحصل انكماش في الجلد بدرجه مرضيه. طبعا دي بتغير الستايل بتاع اللبس تماما ونبدا نعمل الايان تحس انها رجعت للحاجه اللي هي عايزاها. حق تمام. هل في منطقة البطن بالذات بيتم شفط الدهون لوحده ولا ممكن أعمل شيء إضافي كتحسين للمظهر؟ ده, 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 ده سؤال ممتاز جدا لأنه بيهم يعني معظم المشاهدين وخصوصا مع تكرار الحمل. بالضبط. زي ما احنا شفنا المثال الأولاني احنا عندنا ده كان شفط دهون فقط. لكن في بعض الأحوال بنلاقي هي البطن بتتكون من ايه؟ بطن بتتكون من جلد وتحتها دهون وبعد كده في عضلات. صح. نبدأ نقيمها. لو الجلد مترهل والدهون كتير والعضلات مرتخية نتيجة لتكرار الحمل أو أسباب أخرى، يبقى في الحالة دي شفط الدهون لوحده مش هيكفي. نقوم نعمل إيه؟ نعمل 3 حاجات في نفس العملية. نعمل إيه؟ هنشفط الدهون ونشيل الجلد الزيادة مع المحافظة على الصورة طبعا، وفي نفس الوقت نصلح العضلات. لو إحنا عملنا الكلام ده في 3 حاجات دول في نفس المرحلة يبقى في الحالة دي احنا قدرنا نحل المشكلة كاملة. المريضة ترجع بك 10 سنين زي قبل الايه؟ قبل الولادة وقبل ايام الخطوبة. خصوصا ان ساعات بتحصل نوع من الخلافات الزوجية ده بصراحة شديدة جدا بين الزوجين بعد اصل البطن هو بيبقى الراجل يقعد يلومها يقول لها انت ما رجعتيش ليه زي الاول. هو طبعا ناسي الولاد اللي موجودين. هو انا بينسى. لا الرجالة فول. لكن البطن في الاول يعني طبعا هي ما بتعرفش تلبس اللي هي عايزاه. طيب نمرة 2 بنلاقي البطن بتكبر، زمايلها الله انت حامل في كام شهر طيب بعد شويه تنزل البطن لتحت، يقوم يحصل ايه؟ التهابات جلد على جلد، في فطريات، في روائح مش كويسه منفره اجتماعيا، تزيد اكتر، تعمل تقل على العمود الفقري، وجع في الم في الظهر، تعمل تقل على الركب، الم في الركب والدن السكه زي ما احنا شايفين. زي ما احنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي بقى ايه الفرق بين الصوره دي والصوره الحاله الاولانيه اللي انا عملتها. هنا قبل العمليه الجلد مترهل يعني ساقط لتحت زي ما احنا شايفين. ده دهون وجلد مترهل. ده دهون وجلد وعضلات كمان مترهل. هنا لما نشوف بعد العمليه زي ما احنا شايفين شلنا الدهون شفطنا الدهون وقصينا الجلد مع المحافظة على السرة زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت عملنا ايه؟ عملنا اصلاح للعضلات. وطبعا هي كمان بعد شوية بيبقى في بعض التورم بعد بيقل كمان اكتر وبتبقى النتيجة افضل كمان. يعني الفرق الزمني بين 3 شهور. دي مثال تاني لحالة من الحالات اللي انا عاملها بعد الفقد الشديد للوزن. يعني بعد العمليات بتاعت السمنة، تكميم المعدة وخلافه، دي طبعا لها دكاترة مخصوص بتعملها او تحويل المسار المصغر. بيفقد الجسم كمية كبيرة من الدهون تؤدي إلى ترهل في أجزاء الجسم في كل حتة بقى، ممكن أدي في البطن، في الذراع، في الفخذ. هنا في البطن زي ما احنا شايفين قبل العملية هنلاقي في جلد مترهل فوق السرة وتحت السرة وعلى الجناب. نقوم نعمل إيه؟ شفطنا، شلنا الجلد الزيادة وبنعمل نحت للجسم. نبص على الجناب كده، الجناب واضح إنها من فوق هي مليانة، فبنعمل نحت بقدر بحيث إن احنا هنحقق بعد العملية الشيب اللي المفروض المريض عايزه وبيطمح إليه. طيب وإن كان الجلد
اورجن عظيم، يعني اورجن رائع، هو دايما يتقال عليه اروع الاورجنز او اروع الاعضاء، لانه بيتشد كانه قماشه. تمام. لكن هل يختلف من شخص لشخص؟ طبعا مرونه الجلد هي اللي تهمنا. يعني في شخص يكون هو يعني بطبيعه الحال كل ما الانسان يتقدم في العمر تقل المرونه بتاعه الجلد. ودي القاعده، لكن كل قاعده لها استثناء. يعني احيانا بلاقي في ناس في العشرينات والمرونه بتاعتهم قليله، وبالتالي يبقى هي بتتجه للشد اكتر من الشفط. في ناس تانية ممكن في الاربعينات المفروض المرونه قلت، ولكن هي طبيعه الجلد بتاعتهم كده، هو المرونه بتاعتها عاليه، وبالتالي نقدر ان احنا نعمل شفط فقط. يعني فطبعا كل الكلام ده بيعتمد على التقييم، وده سؤال مهم على فكره. مش كل واحده صغيره يبقى الجلد بتاعها مشدود، ومش كل واحده تقدمت في السن يبقى الجلد بتاعها مرتخي. هنا بقى نذهب الى منطقه يصعب اخفائها. يعني يا فندم البطن ستات ساعات عندهم ترهلات وبتاع، ويعملوا حاجات غريبه. تمام. مش عارف ايه، وكرسي ويشدوا، لكن في حته ما بيقدروش يخفوها خالص، الدراعين. لا، الدراعات دي مشكله كبيره. الدراعات زي ما قلت ده كلام مظبوط جدا، اول ما تكبر كده فضايح. دي مشكله الصيف والشتاء. اه، لبس الصيف ما بيغطاش، والشتاء الدراع ما يدخلش فيه، تيجي تلبس اي جاكيت الدراع ما يدخلش، فهي مشكله فعلا. تيجي مثلا على السفره بتقدم حاجه تلاقي فيه وهكذا، دي فعلا مشكله الحقيقه. يعني طبعا التعامل معاها زي اي مكان في الجسم، احنا بنقيمه. لو هي المشكله القطر والمرونه بتاعت الجلد عاليه، في الحاله دي شفط دهون بالليزر هيحل المشكله وهتبقى الامور ممتازه. طب لو الوضع مش لا، ده انا عندي فيه ترهل، وخصوصا في الجزء الاسفل من الذراع عشان الجاذبيه الارضيه، وخصوصا في ايه بقى يا دكتور ايمن؟ في الناس اللي عماله تزيد وتخس تزيد وتخس، ايه اللي يحصل؟ هي يحصل تخسيس، تلاقي الايه؟ تلاقي بدا يحصل فيه مع الجاذبيه، الجلد مش قادر او المرونه بتاعته قلت شويه، يبدا تلاقي فيه حته هنا ايه موجوده. في الحاله دي بنحتاج نعمل حاجه اسمها شد ذراع بنفس برضو الطريقه. احنا يعني ممكن مخدر موضعي او مخدر كلي زي ما احنا شايفين هنا. لو جينا بصينا هنا قبل العمليه هنلاقي زي ما يكون درعين، يعني بص اوريدي في لاين موجود قبل. انا دايما احس يا عيني الست ديت بتبقى كانها شايله طفل تحت. بالظبط. بتقعد تعمل كده كانه طفل صغير، وتقلع الحركه كمان. وطبعا في عضلات موجوده، يعني مثلا لما نيجي نبص بعد العمليه نبص على الجزء اللي فوق، واحد يقول طب ليه ما نشفطش كمان ده؟ اتشفط، بس هو في عضلات موجوده اوريدي واخده الهيكل بتاعها. بنعمل فتحه، الفتحه الحقيقه بتكون من تحت الابط وماشيه في اتجاه الكوع، الطول بتاعها على حسب درجه الترهل الموجود. الحقيقه بالنسبه لشد الذراع الجرح بيبقى باين في الاول. ليه بيبقى باين في الاول؟ لانه ماشي عكس خطوط الجلد. يعني ايه؟ خطوط الجلد ماشيه بالعرض، هو ماشي عكسها، وعشان كده في الاول بيبقى ظاهر، بعد 3 شهور يبدا يقل تدريجيا، بياخد له سنه تقريبا عشان يبقى الجرح شكله كويس. الست بعد الولاده والحمل مره واثنين بدا يحصل لها ترهل في الثدي، وصدرها بدا يبقى كده، وجوزها بدا بقى يعني يظهر امتعاضه. والرجاله يعني فعلا في الحاجات دي في رجاله كويسه جدا الحمد لله. تمام. وفي رجاله صباح النداله. والله انا بحس ان السيدات او البنات مظلومين في الحته دي. أيوة. ليه بقى؟ لان هي الـ يعني المراه بتتجوز في الاول والعلاقه طبيعيه، بعد كده تيجي مثلا انجبت في اطفال، وبعد كده يجي الزوج يحاسبها على التغيرات اللي حصلت في الجسم ونسي الاطفال اللي موجود، فانا بحس انها فعلا مظلومه صباح الموضوع. لكن عموما ردا على السؤال، يعني في صغر حجم الثدي دي مشكله، وكمان الحاجه مش ظاهره، يعني مش ظاهره للاعضاء للاسره كلها، لانه بيحاولوا يخفوها بالهدوم واللبس والحاجات دي، وتظهر زي ما تفضلت وقلت قبل الفرحه على طول. طيب ايه الموضوع بتاعها؟ ممكن الصغر يكون حاجه بسيطه خلاص مش مشكله، بعد الجواز يمكن يكبر والامور تبقى كويس. لكن في صغر فعلا بتلاقي عباره عن جلد فاضي، او ايفن ده مش موجود، زي ما حضرتك عارف في حاجه بولاند سندروم مثلا. هي مولوده اساسا ناحيه في صدر وناحيه ما فيش. ففي الحاله دي لازم نتدخل ولازم نشوف هنعمل ايه. طيب التخيل بتاعنا عباره عن ايه؟ احنا عندنا في حاجه انا عايزها تكبر، فبنجيب حاجه اسمها حشوه، وده الجدار بتاعها من السيليكون القوي وجواها جل، ونبدا من فتحه صغيره لها اماكن كتيره، ممكن تحت الثدي او حوالين الهاله، ونبدا ندخل يا اما نحطها تحت الغده بتاعه الثدي او تحت العضله لو التيشو اللي موجود مش كبير، وده بيدي نتائج فوريه وتبقى الامور كويسه وتقدر انها تعيش بيه كويس الحقيقه. يعني حلو قوي. زي ما احنا شايفين التقنيه هنا
امتى بنقي احط السيليكون تحت العضله او فوق العضله؟ ده بيتوقف على حاجات كتير، اشهرها ان لو انا عندي فيه كميه كبيره من الدهون والغده موجودين، في الحاله ده ممكن ان انا احطها تحت العضله تحت الثدييه على طول زي الصوره اللي موجوده، لكن لو كميه الدهون والغده اللبنيه قليله في الحاله دي يبقى احنا بنحط تحت العضله، وكل واحده بيبقى لها العيوب بتاعتها والمميزات، وطبعا بالتقييم بنقدر نحدد ايهما اصلح بالنسبه لها. طيب ده فيما يتعلق بالتكبير الثدي بالظبط، لكن في مشكله تانية انه الثدي قد يكون متضخم جدا وصل لمرحله التاثير على النفس ودخل على الظهر والرقبه. بالظبط بالظبط، ده دي مشكله كبيره هنا في مصر. يعني انا كنت مثلا يعني بتختلف من شعب لشعب، يعني انا كنت في المانيا مثلا لا هو عندهم معظم الثدي صغير يعني بيعملوا موضوع التكبير، في الخليج يعني يميل برضو للتكبير، هنا في مصر معظم الناس بيبقى الثدي كبير، والكبر ده ممكن يبقى من البدايه خالص مع البلوغ والحاجات دي، ويبقى برضه له ده عوامل وراثيه في الموضوع، تلاقي في عيله كده كلها مقدمات كده الام والخاله والعمه والبنت دي مشكله كبيره بقى. ليه؟ لان ده ما بيستخباش بقى، ما هو كبير اضطرينا ان احنا نلبس او الستايل بتاع اللبس بتاعنا، اضطريت ان انا البس بتاع سن اكبر كتير. تيجي بقى تشوف الناس دول ده مساكين خالص. ليه؟ اولا التقل اللي موجود ده تقل على الظهر والعمود الفقري، وبالتالي تلاقي فيه الأدب وانحناء موجود. مع الشغل والحركة بنلاقي ان فيه ألم على الكتاف، بنلاقي فيه ألم في العمود الفقري في الظهر. مش بس كده، بالليل ما تعرفش تنام. ليه؟ من كبر الحجم اللي موجود بتلاقي تيجي تنام تلاقي النفس طبعا مشكلة. مش بس كده، الجلد على الجلد نتيجة للتدلي بتاعه بنلاقي بيبدأ يحصل التهابات، مهما كانت ست نظيفة وبتاخد شاورز كتير، ولكن في فطريات غصب عنها نتيجة للجلد على الجلد ده بيعمل روائح برضو منفرة من الفطريات والحاجات دي، فدي مشكلة. والعلاج بتاعها برضو يعني بيتعمل لها حاجة اسمها عملية تصغير ثدي، وطبعا العملية دي لها أكتر من طريقة بتعتمد على الحجم اللي هو قبل العملية، ممكن أنها يعني بتصغر، يعني هو مفروض الهالة أو الحلمة بتبقى في نص المسافة بين مفصل الكوع والكتف، هنا بنلاقي أن عندي ده نزلت تحت، وفي ناس بتوصل لغاية الإيدين بنشيل منها بالثمانية كيلو والعشرة كيلو فبنعمل إيه؟ لها تكنيك معين، بنبدأ يعني مش بس نصغره لا، ونعالج الترهل بحيث ان هو يرتفع للمكان المظبوط بتاعه. الاثر بتاعنا بيبقى خط نازل من تحت الهاله، او ان هو بيبقى خط هنا واللي هو الحرف الشين المقلوب، وبيختلف نقدر نعمل ده ونعمل ده، لكن ايه اللي بيحكمنا؟ اللي هو الحجم المبدئي قبل العمليه. عظيم جدا. في حاجه بقى يعني كل ده بيؤرق المريض واحنا بنمشي كده في حياه الانسان، لكن في حاجه ممكن تخليه ما يعرفش ينام الليل وطول الوقت قاعد ماسك مرايه بيتفرج على جرح في وشه، خصوصا لو بنت والراجل كمان. تمام. ممكن ده يعوقه في الشغل يا فندم. تمام والله هي الحقيقه دي مشكله كبيره. ليه بقى؟ لان يعني يمكن حتى بعد الثوره احنا شفنا الكلام ده بطريقه يعني يمكن الاعداد اللي بتجيلنا تضاعفت 10 مرات الحقيقه يعني، وغالبا ما بتيجي في سن صغير اللي هو فتره الشباب دي يعني. تلاقي واحد كده وجاي جرح في وشه، الجرح اللي في وشه ده بقى مشكلة كبير. ليه؟ اولا مع زمايله مشكلة. لو هنا شفنا هنا مثلا الصورة اللي موجودة يعني ده صغير، شوف الجرح ماشي ازاي وماشي عكس خطوط الجلد. طيب ده لو احنا له طريقة الحقيقة، يعني لو احنا رحنا شايلين يعني بعض الناس يتهيأ لهم ايه، طب ما نشيل الجرح ده ونخيطها كده تجميل غرزة كده وخلاص والموضوع يخلص. لو عارف لو عملنا كده هنا هي بالظبط يعني نيجي نفك الغرز يقول لك تسلم ايديك يا دكتور، لكن بعد شهر تلاقيه وسع تاني ما عملناش حاجه. امال الحاله دي احنا عملناها باي طريقه؟ هي ماشيه عكس خطوط الجلد. لازم نحترم خطوط الجلد في الموضوع. خطوط الجلد زي ما الواحد بيضحك في المنطقه دي كده بتلاقي الخط بتاع الجلد الكتف دي جايه ماشيه عمودي على خطوط الجلد. طيب نعمل ايه؟ نحول الخط الكبير اللي هو ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيره يعني زي الزجزاج كده ماشيه مع خطوط الجلد، نخليه بالعرض نخليه بالعروض بالعروض. نمره 2، العضلات التعبيريه بتاعه الوجه اللي هي السبب في ان الجرح يوسع نبدا احنا نتعامل معاها ببوتوكس او حاجات تانية بحيث انها تقلل نشاط العضله في الفتره الاولى اول 6 شهور لغايه لما يحصل التئام بالنسبه الى الجرح. ده اللي تم معاه القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم جراحات التجميل استاذ دكتور علاء نبيل الصادق، استاذ
جراحة التجميل بكلية الطب، وطبعا أحد القلائل اللي حاصلين على الدكتوراه من جامعة ميونخ بألمانيا، عضو الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح، ورئيس قسم الجراحة جراحة التجميل بمستشفى التيسير الدولي، الاسم العريق طبعا سلامي الأستاذ دكتور محمد جزر ده، يعني لازم تبعت له بقى سلامي عشان ده راجل وحشني جدا. مجلس الإدارة هناك لا يألو جهدا بالنسبة لتوفير كل الإمكانيات اللازمة في غرف العمليات من التعقيم والآلات. فرصة سعيدة أشكرك شكرا جزيلا، خليكم دايما مع الدكتور. احنا برنامج الأول في العالم العربي، اوعى تروح في حتة تانية. اهلا بكم. لا شك ان القلق والتوتر بيلعب دور كبير جدا في ألم الظهر، حقيقة ده علم، لكن طبعا القلق والتوتر مش هما الأسباب المباشرة، دول عوامل تزود الألم، تزود المشكلة. لكن الأسباب المباشرة يعني هنا لما قالوا انه ألم الظهر ممكن جدا تنتج او يحصل فيها اجريفيشن او زيادة نتيجة القلق والتوتر، حيث ان هذا القلق والتوتر تؤدي الى سلسلة من التفاعلات الكيميائية في الجسم ممكن تؤثر بشكل ما على العضلات، على المفاصل، على الاوتار. اوكي، حلو قوي الكلام، لكن مش هو ده الكارثة. القلق والتوتر مش هو الكارثة، الكارثة في انك انت تسيء استخدام ظهرك. دول عوامل مساعدة، دول اجريفيتنج فاكتور، دول القشة التي تزيد ألم ظهر البعير. لكن ألم ظهر البعير يا جماعة بيبوظ بحاجات كتيرة تانية، بيبوظ نتيجة ان انت بتشيل غلط، بيبوظ نتيجة ان انت بتقعد غلط، بيبوظ نتيجة ان انت بتدخل الجيم وتتعفرت على نفسك وتعمل فيها سبع البرومبة زي ما بيقولوا، وتروح جاي شايل حاجة مش مناسبة ليك. بيزيد ان ست البيت بتشيل حاجات البيت كلها بطريقة غلط، تشيل الفوتيل لقد المرزبة عشان أخوها يجي تزورها في العيد ولا يجي تزورها في مناسبة، فتقولك أما غير مكانه عشان يبقى شكله أشك. شيل يا باشا، دب ظهر طق حضرتك قبل فرحك، بتتعافى قدام الناس وبتاع ويوم الفرح، فبتتعافى وتروح جاي شايل عروسك التي تزن من الأوزان ما شاء الله وكان، فتروح حضرتك جاي لك طق في ظهرك يوم فرحك، هذا امر في منتهى الخطوره. النهارده حوار مثير للغايه، زي ما انا قلت لكم التوتر والقلق عامل، لكن السبب في اللي احنا قلناه ده كتير قوي واكتر منه. ضيف العزيز الجراح الكبير والقيمه العلميه الكبيره والشارح الرائع جدا، بستمتع جدا بشرح النهارده، نستمتع بوجبه علميه زي ما بيقولوا جراحيه على ارقى مستوى، وفي نفس الوقت على اجمل طرح وبابدع طريقه شرحيه. ضيفي العزيز استاذ الاساتذه واستاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويتي. ازاي اميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من الغضاريف اللي رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدأ شكوتهم الأولى إن بيجي لهم رعشة في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجة لها تمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع تمن وانت كبير. احنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضاريف في أولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز الجراح القدير والاسم الكبير أستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منورنا يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور. أنا انفعلت وأنا بس مقدمة جميلة الحقيقة، مشاكلنا في العمود الفقري الحقيقة تستحق الكلام كتيرة جدا. أنا عايز أتكلم على الألم في الرقبة والكتفين بالذات، هبدأ الحوار النهارده. تمام. ليه بقى هبدأ بالألم؟ لأنه أنا بتهيألي إنه ده أكتر أو من أكتر الأشياء اللي بتوجد في يعني المراكز الطبية المتخصصة في علاج العمود الفقري. لا ده حقيقة. لان هي مشكلتنا ان احنا مش فاهمين العمود الفقري ان هو مش قوي قوي، يعني العمود الفقري ضعيف،
يعني العمود الفقري بتاعنا ضعيف، واذا اسيء الاستخدام بتاعه فبيؤدي بالتراكم كده الى مشاكل كتيره جدا. الحقيقه رحلتنا مع العمود الفقري بتبدا من واحنا صغيرين، من ايام الطفل اللي هو اللي بيشيل شيله تقيله جدا وشنطه وزنها 15 كيلو على ظهره وبيجري فيها، او اللي بيمارس رياضه زي ما حضرتك قلت بشكل مش طبيعي، او اللي بيشتغل وبيشيل احمال كتيره جدا، والاحمال دي ساعات بتبقى يعني بتعمل اوفرلود على العمود الفقري سواء في الرقبه او في الظهر. يضاف الى ذلك بقى الجديد بقى القعده الغلط في المذاكره، القعده قاعد تاني نفسي على المكتب ورقبتي مش مظبوطه، التوطيه بشكل خاطئ، الشيل بشكل خاطئ، ممارسه الرياضه بشكل خاطئ، الوقوع او السقوط او الخبطات، ركوب الموتوسيكلات، ركوب العربيات، الحاجات دي كلها بقت لها كاتيجوري كبير جدا وحظ كبير جدا في اسباب مشاكل العمود الفقري. وتتركز القصه على المنطقه العنقيه. يعني المنطقه العنقيه دي هي اللي شايله، الناس فاهمه ان الرقبه مش بتشيل كتير من جسمنا، احنا فاهمينها غلط. الرقبه صح رفيعه وكده مش زي الوسط او مش زي الظهر، ولكن هي عامله زي انت عارف حضرتك الشماعه، رقبه الشماعه الرفيعه دي هي اللي شايله الشماعه بالبلطو اللي عليها بالهدوم اللي راكبه فوقها. يعني هي دي الوصله دي اذا كان فيها ضعف هيحصل خلل في الباقي كله. اذا كان في مشكله في الرقبه سواء في الفقرات او في الغضاريف او في الاربطه او في العضلات المحيطه بتحصل المشكله، وتحصل المشكله في الفقرات العنقيه. لما نيجي نفهم تركيب العمود الفقري في الفقرات العنقيه، هو حاجه ابداعيه جدا. ربنا خلق العمود الفقري يتحرك في كل اتجاه بالنسبه للرقبه بالذات. يعني الظهر ما عندوش هذه الخاصيه، لكن الرقبه موجوده، اقدر الف شمال يمين فوق وتحت ولورا ولقدام، يعني كل الاتجاهات بتاعتك. اللي موجود في الفقرات العنقيه هي فقرات اللي هي العظم يفصل ما بينها الغضاريف، ويفصل الغضاريف دي في المسافات اللي ما بين الفقرات حاجه اسمها الاعصاب، دي المسارات اللي بتمشي فيها العصب اللي هو لونه اصفر عامل زي سلك الكهرباء لونه اصفر كده. العصب ده لازم يبقى مستخبي ولازم يبقى محمي ولازم ما حدش يجي جنبه. الحقيقه يعني الثلاث حاجات دول لازم يبقوا موجودين جوه العصب بتاعنا. العصب يبقى مستخبي جوه القناه العصبيه. ربنا خلق القناه العصبيه هنا فيها حفره او دايره في النص كده زي الاسطوانه، لازم يمشي فيها محمي بالعظم من كل جهه، في اغشيه اللي بنشوفها عليه من بره دي عشان تحمي الحبل الشوكي وتحمي العصب الخارج ده. العصب مش بيبقى حاجه واحده، العصب هو مجموعه من الالياف حسيه وحركيه، في الجزء الحسي اللي هو قريب جدا من الغضروف، الجزء الحركي اللي هو ابعد شويه من الغضروف. وده بياخدنا لنقطه الاحساس بالالم، هو الالم اللي بيجي الاول ولا الضعف اللي بيجي الاول؟ الالم بيجي الاول. علشان ايه؟ العصب خلاص ده اقرب جزء من الغضروف هو العصب الحسي. فالالارم بتاعنا واللي انا بسميه رحمه ربنا لنا هو الاحساس بالالم. بيبقى في ناس همها وشغلها الشاغل ان انا اخلص من الالم. والحقيقه هذه هي النظره القصيره والقاصره جدا في علاج مشكله في الفقرات العنقيه او القطنيه. الالم عرض وليس المرض. المرض ان انا في حاجه هي اللي جابت الالم. الالم ده ربنا خلقه جوانا علشان، ودي من اكبر النعم، لانها لو يعني لو فقدنا هذا الاحساس بالالم الحقيقه بندخل في مصايب. يعني انت عارف لما واحد لا قدر الله بيجي له اصابه في الحبل الشوكي ويفقد الاحساس، تبدا يظهر عليه قرح، جلطات، لحد العظم ما بيظهر من جسمه وهو مش حاسس، لان هو فقد الاحساس بالالم. فبالتالي قصتنا مع الالم دي مهمه جدا، هو المدخل بتاعنا. طب انا بحس بالالم، الالم ده بيبقى على شكل ايه؟ الالم ساعات يبقى وجع في العضلات، ساعات بيبقى وجع في الكتفين والرقبه، ساعات بيبقى في قله الحركه ما اقدرش، رقبتي بيحصل فيها تيبس، ما اقدرش اخد رقبتي يمين او شمال. ساعات ايد واحده ما بقدرش احركها، ما بقدرش ارفعها. كل دي اعراض نتيجه للالم اللي هو الرهيب جدا اللي بيجي. ساعات بيبقى في احساس بالخدر او التنميل في ايديا. التنميل ممكن ياخد جزء معين، لان انا عندي مجموعه بتسمى الضفيره العصبيه خارجه من الفقرات العنقيه، كل عصب منها بيغذي مجموعه من العضلات وجزء من الجلد بتاعنا من الخارج. فعلى حسب الغضروف والفقره المصابه هيبان العرض بتاعي عليه. يعني في ناس يبقى شاكك تقول لك انا الجزء الداخلي ده ما بحسش بيه، ويمسكها كده يقول لك الصابع ده ونص الصابع ده. في واحد يقول لك لا ده الثلاث صوابع اللي جنبيه، في واحد يقول لك ده كفه الايد من هنا، حد يقول لك ده من ورا، حد يقول من الكتف، وهكذا. يبقى اذا الالم بتاعنا هو البوابه بتاعتنا علشان تشخيص ونبدا نفتح الباب عشان نعرف ايه المشكله. انا عندي مشكله واهملتها سبتها غضاريف ادت الى ضغط على الحبل الشوكي، ادت الى ضمور في الحبل الشوكي. طب ضمور في الحبل الشوكي ده هيوصلني لفين؟ يعني شوف حضرتك دي نماذج. ده حد كان بيشتكي من الم في كتفه، يقول لك انا كتفي بيتقطع بيتمزق، انا عايز اشوف ايه القسم. اقنعناه نعمل اشعه رنين مغناطيسي، تطلع الاشعه هنا عندنا غضروف ما بين الفقره 5 و6، الغضروف حجمه ضخم جدا. والغضروف ما بين الفقره 5 و6 رجع لورا وضغط على الحبل الشوكي. عمل ضغط على الحبل الشوكي. شكوى المريض بتاعنا
وجع، تلميل، خدلان، ضعف في ايديه. هنا بدأنا ندخل في مرحلة الضعف في الايد وقبضة الايد ومش قادر اتحرك بيه. البداية بتبقى غضروف، والغضروف بيكبر شوية بشوية وانا بهمله لحد ما يوصل لكده. الغضروف ده وصل لمرحلة انه عمل انسداد وانغلاق للقناة العصبية. الغضروف لما بينفجر مش هيلاقي له حتة يدخل عليها الا المنطقة بتاعت الحبل الشوكي، لان كل المنطقة المحيطة حواليه عظم مش هيعرف يخترقه. فأضعف مكان هي المنطقة اللي حوالين الحبل الشوكي. يبدأ يضغط على الحبل الشوكي. الغضروف بقى غضروفين. طب احنا سايبينه ومستحملين. طب المريض ده بقى عنده غضروفين كبار جدا والاثنين منفجرين وضاغطين على الحبل الشوكي. هو احنا لو لحقنا من البدايه وحلينا مشكله هذا الغضروف ما كانش هيزيد ولا هيجيب غضروف تاني. طيب هنسيب برضو الغضروف والتاني وهنقعد نعبي مسكنات ونعبي مخدرات الى ان نصل الى مثل هذا المشكل الرهيب جدا. الحبل الشوكي المفروض هو اللي لونه جراي ورمادي ماشي جوه النص كده. هتلاقي الجزء بتاع الحبل الشوكي ده قصد الغضروف بتاع الرابعه والخامسه ده اختفى تماما. بدا يحصل هنا حاجه بنسميها ضمور. كلمه ضمور الحبل يعني. الشوكي يا جماعه عامل زي النهر، النهر اللي ماشي ابيض في النص ورا العظم. تخيل بقى انت قاعد بتسرق من الجنب بتاعه لحد ما خليت النهر ده العريض الجميل ده الى قناه صغيره جدا ضيقه جدا. ده بيكون على حساب مين يعني؟ ده بيكبر على حساب ايه؟ على حساب الحبل الشوكي. طيب انا يعني بتالم وبتوجع وكنت مستحمل، لبست رقبه، رحت عملت علاج طبيعي وارجع بعد كده انا عندي مشاكل. طب ده غضروف عنده الرابعه والخامسه، الخامسه والسادسه، السادسه والسابعه، بقوا ثلاث غضاريف. هو في حد بيصبر على نفسه لحد ثلاث غضاريف؟ في عندنا ناس لحد خمس غضاريف في الرقبه بنشوفها. والقضيه بتاعتنا ان احنا لما بنيجي ندور على العلاج بقى بتبقى ساعتها بيبقى نفسنا نرجع ده حد الرقبه بقت في خمس فقرات كلهم قافلين على بعض وضاغطين على بعض وعمل الضيق في القناه العصبيه وبدا يحصل ضمور في الحبل الشوكي. بقت قضيتنا هنا ايه؟ ان انا بس نفسي اعرف ادخل الحمام. نفسي اقدر امسك حاجه، نفسي اشرب كوبايه الميه، واخد بال حضرتك كده؟ الموضوع بيبقى صعب جدا ومؤثر جدا وساعات يبقى عاطفي جدا يعني. انت بتبقى متعاطف معاه جدا يعني. هو وصل لمرحله او الست وصلت لمرحله لا عارفه تخدم نفسها ولا بتخدم بيتها ولا عارفه تعيش. هو ده سؤالي، هل يمكن ان يؤدي الانزلاق الغضروفي الى شلل نصفي؟ بيؤدي، ده ممكن يؤدي الى شلل رباعي دكتور ايمن. يعني عارف رباعي بقى يعني ايه؟ ايدين ورجلين. ايوه طبعا. وعدم اخراج وعدم تحكم في البول ويعيش بقسطره. ممكن يؤدي الى ذلك، يؤدي الى ذلك وبكسر. الحقيقه بقى يعني العلم ما بيقفش عند الكلام ده. العلم ما بيقفش عند لحظه ان انت غلبان طب تعالى نزعل علشانك ونسيبك. ما ينفعش. عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا ده. انا لو عندي غضروف لازم اشيل الغضروف. كنا الاول نشيل الغضروف وناخد قطعه عظميه سواء من الحوض او سواء من جزء من الفخذ او حاجه، وده للاسف لحد النهارده في بعض الاماكن والمراكز اللي ما فيهاش الاجهزه الحديثه بتعمل كده. ياخدوا العظمه دي ويبدا يركبها هنا ما بين الفقرات وبعضها. تركب العظمه على امل ان الفقرات دي تلحم. لا دلوقتي بقى في حاجه تانية. ده انا باخد، شوف دي كل دي مقاسات لحجم الغضروف، ان انا ممكن انقي غضروف من وسط اكتر من 40 مقاس اللي هو يتناسب معايا، مش بحط اي غضروف خلاص. ده انا عايز الغضروف اللي يبقى فيتنج معايا جدا واطلعه من العلبه بتاعته واركبه. الغضروف ده النهارده بنسميه غضروف بديل. ودي من انجح العمليات النهارده في جراحات العمود الفقري في الرقبه بالذات. كنا في وقت من الاوقات الغضروف نجيبه بما ان بنركب تركيبه كده ساعات بتبقى ضعيفه نضطر نحط شريحه. دي بعض الاحيان بنحتاجها، لكن في بعض الانواع زي ده كده بيبقى اصلا التركيب بتاعه ديناميكي جدا بحيث انه يسمح للفقره انها تتحرك طبيعي جدا بدون ان هو ما يخرج او ينزلق. احنا مش بنكتفي ان احنا نحط حاجه، ده احنا بناخد عظم من العظم بتاع المريض نفسه اللي هو طالع من جزء من الفقرات اللي هي الزوايد العظميه بتاعتها، ونملى بيه القفص الغضروفي ده اللي احنا شفناها الحته الاخيره دي. يساعد على الثبات بقى. يساعد على التئام العمليه بشكل جيد جدا. وما قلقش يتحرك، يتحرك يشتغل ويشيل. عندنا ناس عملوا لهم العمليه بيلعبوا كوره وكوره بالهيد وبتاعه بيخبط، بيلعبوا اثقال، بيرفعوا حاجات تقيله جدا، او بيشتغلوا شغل العادي بمكتبي بتاعه. لان انت عارف حضرتك اكتر الناس اللي بيجي لهم الغضاريف العنقيه الناس اللي عملها مكتبيه بتوطي كتير. يعني القضاء، المحامين، المحاسبين، البنوك، بتوع البنوك دول طول اليوم هم امراض البنوك دايما. والمعلمين والمدرسين المدرسين بقى والكتاب والكل كتير من يعني. وبرضه كتير من الاعلاميين هنلاقي الفتره الجايه هتلاقي اعلاميين كتير بيقول لك القعده، وخصوصا هيجي لك بنات لانهم بيعلموهم قعده معينه
فيها ثبات شديد جدا. لا لا فرده صعب جدا. اه فرده لازم تبقى قاعده فرده. اه حاولوا يقولوها لي قلت لهم لا انسوا. لا لا انا بقعد كل شويه اعمل كده واعمل كده. انا بقعد بس لازم نحترم جدا العمود الفقري الحقيقي لان احنا عندنا النهارده لازم نحل المشكلة إذا كانت موجودة وما ينفعش نسيبها وما ينفعش نتأخر عنها لأن هو أنا خوفي دايما في الحبل الشوكي هي ضمور الحبل الشوكي أو إصابة الحبل الشوكي. كتير جدا من المرضى يجي لنا ومعاه أشعة نبص عليها على الأشعة تلاقي بدأت تظهر بقعة بيضة في الحبل الشوكي. البقعة البيضة اللي في الحبل الشوكي دي هي عبارة عن بداية الضمور في الحبل الشوكي، هو جزء خلاص انفاركت ما عادش بيوصله دم. لما بيوصلوش دم دي خلايا هتموت وهتتحلل. طب لما تموت وتتحلل ايه اللي هيحل بدلها؟ ما عنديش حاجه تحل بدلها. ناخد بالحركة. علشان كده انا بقول دايما مش لازم نوصل لده، ممكن يبقى عند غضروف 2 3 4 اعملهم ويتغيروا زي ما شفنا كده. وفي انواع تانية من العمليات على درجه اعلى كمان في التقنيه وفي التكنولوجي، لان احنا النهارده عملياتنا في الرقبه ما عدناش بنعملها جراحه عاديه. عملية الرقبة بتعمل جراحة بالمناظير، جراحات بالليزر، جراحات بالميكروسكوب الجراحي، استبدال الفقرات، استبدال غضاريف، نقدر نعمل هذا الكلام كله. وفي ناس بقى اللي هم بيجونا بقى متأخر دكتور عين. يعني بيبقى حد كبير في السن عنده 5-6 غضاريف وضيق في القناة العصبية وغضاريف أمامية وضغط خلفية وما يستحملش عملية كبيرة. ده ممكن نعمل له حاجة بنسميها توسيع للقناة العصبية من الخلف. طب بنعملها ليه عملية توسيع القناة العصبية من الخلف؟ علشان نحمي الحبل الشوكي. هنا عملية من ضمن العمليات، احنا طبعا دخلتنا دايما بتبقى جرح بتاعنا بسيط جدا من الرقبة من نص سنتي لواحد سنتي، بندخل اللي قدامنا الاصفر ده هو ده الحبل الشوكي وده اللي يخوف قوي الحقيقة. فبندخل لازم الغضروف، احنا بنشوف الغضروف اهو، نبدأ نشيل الغضروف، اتشال الغضروف يرجع الحبل الشوكي لمكانه الطبيعي. نبدأ بقى خلاص، اصل ربنا خلق الغضروف ده له اهمية وله لازمة، ما ينفعش نشيل الغضروف. في ناس كانت بتعمل كده ودي فشل على يعني كان بيحصل في العالم، حصل التجربه دي. لو انا عنده غضروف واحد اشيله وخلاص واسيب الدنيا هتلحم، ما لحمتش وده ادت الى نتائج كتير جدا. شلنا الغضروف لازم اركب حاجه بديله بقى. ده من ضمن التركيبات البديله لما بيبقى في عدم ثبات في الفقره نشيل العظم الزياده ده ونبدا نركب حاجه زي السلندر اللي احنا شفناه ده او غضروف بديل او قفص غضروف، ونقوم جايين مركبين فوقيه شريحه، تبقى شريحه مايكرو صغيره جدا لا تعيق الحركه الحقيقه. والشرائح دي اتطورت. طب انا لو عندي فقرتين الشريحه صغيره، طب لو عندي 5 فقرات بقت الشريحه كبيره، يبقى هنا فقدت المرونه بتاعت الايه الفقرات لان ثبتها. عملوا انت تعتقد انها ما تعملش العمليه او خايفه تيجي تعمل العمليه يقول لك مش هعرف احرك رقبتي. بالظبط. عملوا لهم ايه بقى؟ ما تسمى الشريحه الذكيه او الغضاريف المتعدده الحركيه. يعني ممكن احنا في نفس الوقت ندخل ونشيل الكلام ده كله ونركب اكتر من غضروف متحرك وتبقى الفقرات بحالتها الجيدة جدا في الحركة والمقدرة. دي نوع من الشرائح اللي بنسميها الشرائح الذكية. هي شرائح فكرتها بسيطة جدا، هي بدل ما تبقى جزء واحد بقت 3 أجزاء أو 5 أجزاء. هي ذكائها في الحركة. هي ذكائها في الحركة. يعني هي بدأت تدير رينج، يعني مثلا نفترض أن طولها مثلا 3 سنتي، لو ضغطتها تبقى 2 سنتي، بقت عاملة زي السوست. دي تديني الليونة. لما نشوفها هنا راكبة في الرقبة الحقيقة بيبقى منظر بديع جدا يعني والتقدم ده رائع يعني. هي خاصة بالرقبة برضه لان في ناس كتيرة جدا بتفكر ان دي تنفع في الظهر، لا هي ما بتنفعش في الظهر. هي ديت مخصوصة لان ديت مايكرو منفوع مخصوصة للرقبة. مايكرو يعني صغيرة. مايكرو صغيرة بالظبط. وكل الداينامكس بتاعتها مش عشان تشيل وزن، هي عشان تثبت وتسمح بالحركة. بتتركب ها في نقط اتصال بجسم الفقرة، والمسافات اللي هي بتاعت الغضروف نفسها بنبقى سايبينها واخد بال حضرتك. طيب احنا عايزين نتني رقبتنا تتني تنزل عامل زي السوسته بتاعت العربيه. زي المساعدين بتاعت العربيه كده. ها طب بتفرد، انا برجع رقبتي لورا بتاخدني الى ورا تاني تماما وتديني نفس المساحه والرينج اوف موفمنت بتاعتي تمام جدا. بنستخدمها دي اكتر دلوقتي في الاصابات بتاعت العمود الفقري. يعني مثلا اصابات الخبطه، الكسر، الشرخ، الزحزحه الفقريه اقدر اعمل ده. لكن احنا بنفضل دايما لما بيبقى الموضوع مجرد غضاريف حتى معاها زوايد عظميه وتكلسات غضروفيه نقدر نعمل ده بالمناظير وركب غضاريف البديله. الغضاريف البديله الحقيقه يعني كل المراجع العلميه النهارده هي اللي بتتكلم على ده. هو ده، بلاش شرايح، بلاش مسامير، بلاش تثبيتات، بلاش استبدال. صنعوا الغضروف ده، ده غضروف دلوعه قوي ومتحرك وجميل زي اللعبه كده. غضروف هو بيحاول يحاكي الطبيعه. يركب الغضروف ها خلاص دخلنا بالمنظره اهو، وصلنا عند جسم الفقره، نشيل الغضروف الاصلي اللي كان تالف من جوه، نقوم مركبين ده. تركيب ده تركيب دقيق جدا باجهزه، وبنقيس مسافات وابعاد عمق وعرض واتساع ونشوف ده. الغضروف ده مكون من اجزاء، يعني ده غضروف بنسميه غضروف حركي او البروديسك. البروديسك ده
ده غضروف متحرك حديث جدا، وينفع في وجود غضروف واحد او غضروفين. يعني لو انا عندي 4-5 غضاريف ده ما بننصحش بيه لان ده بيبقى ضعيف. طيب الماده بتاعته ماده اسمها تيتانيوم، بس اتعمل متغطى بماده، يعني هم بيستخدموا فيه حاجه اسمها نانو تكنولوجي دلوقتي. الماده المغطيه والمبطنه لهذا الغضروف قابله للالتصاق بالعظم الطبيعي، بقى ممكن يلحم معاه على عكس اي معدن. المعدن الطبيعي العظم يكس عليه لكن ما يلحمش معاه، ده بدا يلزق معاه، يعني معمول بتكنولوجيا معينه بحيث انها تمسك فيه، تيجي تخرجه بعد كده صعب جدا. كل دي الالات بتاعه التكنيك، ان انا ازاي اركبه وازاي اظبطه في المكان بتاعه مظبوط جدا. طبعا كل اللي احنا بنعمله بيبقى تحت رؤيه، ما نقدرش نعمل ده عمياني كده، ده انا بشوف بالمنظار بتاعي وعلى شاشه كبيره جدا. ده دور المنظار بقى. وفي نفس الوقت انا بصور بايمج، يعني انا على جهاز اشعه، لان المنظار بيديني الرؤيه الاماميه لكن ما يدينيش العمق. علشان اجيب العمق، وخاصه احنا بنشتغل بحاجات دقيقه جدا وقريبه من حاجه ادق اللي هي الحبل الحبل الشوكي. انا خايف منه، لازم ابقى عارف اخري بدخل لحد فين. دايما بيبقى معايا جهاز ايمج يصور وانا جوه العمليه، انا وصلت يا دوبك قبل ما اوصل 2 مللي من العصب او الحبل الشوكي لازم اقف. واحنا جوه العمليه عشان نامن العينه دكتور ايمن، بيبقى عندنا كميه من السلوك والوصلات عامله زي بتاعه رسم القلب كده بس على العضلات نفسها، بحيث ان انا لو انا قربت ان انا المس عصب يديني الارم يقول لي الحق. الكلام ده لو مش موجود ممكن بطريق الخطا يدخل على العصب يفرم العصب ويطلع وهو ما حسش بحاجه. وده كان بيحصل في العمليه، وده كان بيحصل وما زال لحد النهارده في مشاكل لما الاجهزه دي ما تبقاش موجوده. ايوه، يعني عشان كده العلم ما بيسيبش مجال للخطا النهارده، الاخطاء البشري يعني بحاول اقللها جدا. لكن طبعا تبقى القصه بقى، طب انا هعمل ايه بعد العمليه يا دكتور، او انا اخباري ايه بعد العمليه، هتحسن بنسبه قد ايه؟ السؤال ده اجابته عند حضرتك، انه احنا بقالنا قد ايه تعبانين، سيبنا نفسنا كام سنه، من فضلك هتتحسن ان شاء الله وتبقى احسن بكتير جدا من اللحظه اللي احنا بدانا فيها مشوارنا مع العمليه. مش عايزين نبص بعيد شويه، يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه يرجع زي ما كان من 20 سنه فاتوا، لا معلش هنتحسن تدريجيا لكن الموضوع بيحتاج وقت. ممكن نوصل لست شهور، ممكن نوصل لسنه او اكتر، لان دايما بنقول القاعده الطبيه في اي مرض او اي اصابه مده الشفاء هي المده بتاعه المرض. طيب هو احنا لما نسيب نفسنا سنين ونوصل لمرحلة ان احنا ما بقتش بس مجرد غضروف، ده انا الفقرات تأكلت معايا، ده انا العصب حصل فيه ضمور معايا، تقنيات الحديثة هتحلل جزء من الموضوع، لكن في جزء تاني العصب بتاعك اللي انت حضرتك سبته كتير جدا يعاني، هو لازم يقوم بدوره برضو معايا. يعني لازم يبدأ يحصل ما يسمى الريجينريشن او اعادة تأهيل العصب او اعادة تكوين العصب من جديد. لان احنا عندنا الاعصاب الطرفية ممكن تتجدد، بس دايما انت عارف دكتور ايمن العصب الطرفي ده بيتجدد بسرعه قد ايه؟ احنا دايما بنحسب مساحه، يعني لو عندي العصب اللي بيغذي الصبعين دول هو اللي متاثر من هنا من الرقبه، المسافه دي مثلا تعملها 60 سنتي او 70 سنتي. المسافه دي عشان احسب العصب يوصل لهنا امتى، بحسب بدايه العصب واول وصوله للعضله. السنتي الواحد بياخد 40 يوم، السنتي الواحد ياخد اكتر من شهر. طب لو انا عندي 40 سنتي اضرب، انا محتاج 40 شهر. 40 شهر دول 5 سنين عشان يرجع تاني، عشان يرجع. ما اصل القضيه مش بتاعتي انا، مش هعرف اغير العصب. انا بشيل الضغط اللي عليه، وعندنا وسائل متعدده جدا، يعني في شوف الشرايح اشكال والوان واحجام والكبير والصغير والحركة. ودي الحركه هي بتتحرك وبتمشي، يعني الطب بيحاول يقدم الحلول. بس بنقول دايما كل ما تبقى حلولنا بدري كل ما يغنينا عن استخدام التكنولوجيا المعقده دي. طيب هو الغضاريف ممكن تتعالج من غير عمليات؟ احنا دخلنا في العمليات لان الحالات المعقده هي دي. في غضاريف، في غضاريف بتتعالج. 80% من الغضاريف بتتعالج من غير عمليات، من غير عمليه، بس تعال لي امتى؟ بدري بدري. ناس كثيره جدا بتسمع التعليمات، ناس كثيره جدا بتحفظ الجمله دي، يقول لك انت حضرتك مش بتقول او الدكاتره بيقولوا ان الغضاريف بتتعالج من غير عمليات. ايوه، بس كمل الجمله، مش لا تقربوا الصلاه بقى، كمل الجمله. احنا لازم نروح بدري للطبيب المعالج عشان الحق فرصتي في طابور الشفاء. انا وعدت الناس بوجبه علميه رائعه، بس انت قدمت لنا اروع من التي او الذي كنا نتوقعه، وكالعاده بنستمتع جدا باسلوبك العلمي الرائع جدا في الشرح والانتقال من منطقه التشخيص الى منطقه الاعراض الى منطقه العلاجات واحتمالاتها بطريقه فيها من الرشاقه العلميه ما هو معهود عنك، وفيها من المصارحه في الجزء الاخير بالذات ما هو معروف عن هذا البرانش عموما. فلازم نكون صراحة مع الناس في انه لازم يهتموا بصحتهم، ونحن نتحدث عن
الجراحة الأكثر دقة، الجراحات الأكثر احتياجا عند الناس، جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. نحن نتحدث عن الجراحات اللي ما فيهاش مليمترات وما فيهاش رفاهية، لا الاختيار التوقيت ولا اختيار زي ما بيقولوا التايم بقى بعد اجازه الاولاد. الكلام ده ممكن يتعمل في حاجات تانية كتير قوي، لكن في المخ والاعصاب والعمود الفقري والغضاريف ومشاكلها ناو مين ناو الان، يعني الان الكلمه دي ليها معنى سيء جدا في قلبي وفي قلب ناس كتير هنا، لكن في الطب لا دي حقيقيه، ناو تعني الان، الان فعلا. نورتنا يا فندم، ربنا يخليك. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هودي، كان مبدعا كالعاده في الدكتور. خليكم مع الدكتور. هذه الساعة المباركة ساعتي تشبرك، شلونكم؟ إن شاء الله مرتاحين. الحمد لله تمام. اهلا بكم. على فكره بيحصل الحكايه دي كتير جدا بقى في مجتمعنا، وبتحصل ساعات في العقل الواعي وانت واخد بالك منها قوي، وبتحصل ساعات في العقل زي ما بيقولوا اللاواعي. واحده في الجامعه في اي مناسبه عجبتك جدا، فانت رايح طبعا لازم تتكلم تشوف يعني الشكل اللي عجبك ده هل هو كمان شخصيه كمان كويسه ولا لا، حق كل واحد يعني مش هننكر يعني. فقربت، مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه، احنا زملاء في الحته الفلانيه، احنا قرايب العريس، لا انت قريبه العروسه. بدات تقول لك مش عارف ايه، بانت سنانها. في سنان اول ما تبان انت بتبقى خلاص خدت بالك، يعني عينك وعقلك الواعي ايه ده، يا دي النسيبه السوداء، وريفلكسلي على طول بتنسحب على طول. سلام عليكم يا عم، تلاقي نفسك كده كبرت دماغك، تلاقي نفسك حصل حاجة زي ما حصل في الموسيقى كده. الموسيقى كانت ماشية ناعمة وجميلة ورومانسية وكلها حنية، وفجأة راحت الايه داخلة على طول، تبص لها الريتم وقع مرة واحدة ودخل الرئة، الطبلة بدأت تقف، دخل الاكسيليفون بقى ودخلت الناي الحزين. خلاص انت فجأة شفت حاجة مش عجبك. ساعات في اللاوعي بقى لو السنان مش حلوه قوي، انا بقول لك لو السنان مش حلوه خالص انت شايف، لكن فيها عيوب، فراغات، ابتسامه لسويه خفيفه، كل دور كده جوانب سودة، فلجه زياده عن اللزوم، فانت ممكن تكون عقلك الواعي مش واخد باله قوي، يعني مش مركز تقول السنان دي مش حلوه، لكن في حاجه مضايقه عينك، السنان بتضايق العين. فبرضه هتلاقي الاعجاب اللي كان موجود بعد ما بدات تتكلم تقول كده جمله لواحد صاحبك، يقول لك يا اخي انا كنت نفسي اكلمها طول الفرح ولا طول المناسبه، يعني عجباني جدا، اول ما رحت اتكلمت معاها في حاجه ضايقتني فيها، او العكس البنت برضه تقول كده، ده كان الواد يعني لافت نظري جدا اول ما بدا يتكلم، بس مش عارفه قلبي انقبض منه. السر غير الشخصيه ممكن تكون السنان، السنان مهمة جدا، فلازم تاخدوا بالكم منها، لازم تهتموا بالتفاصيل الصغيرة دي. النهاردة يوم عنوانه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الأسنان المبدع دائما الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية، لا، النظام المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي
استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز طبعا اسم المتميز في هذا المجال دكتور كريم مجال، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. هبدا الاول، هل فعلا عيوب الاسنان بتدخل في العين بشكل يعني بترشق زي ما بيقولوا في العين ومنها للمخ بالشكل اللي قلته طبعا ده؟ بلا شك. انا هقول لحضرتك على حاجه. تخيل كده لوحه جميله رسمه رسمها رسام مشهور جدا، وفي اخر الرسمه دي في بقعه او نقطه من الكالرز اللي هو بيستخدمها قامت نازله في النص. هتلاقي العين ثابت اللوحة دي كلها وبصت على النقطة السوداء دي. مبدئيا طبعا الأسنان هي الفيرست امبريشن للشخص اللي قدامك ده، لنظافته وثقته بنفسه للكلام ده كله، غير طبعا ان هي مدخل الأكل فهي أساس صحة البني آدم. فلما البني آدم بيتكلم وهو شكل أسنانه مش حلو ومش مهتم بيها، ده بيديك امبريشن ان هو مش مهتم بنفسه، ان حياته مهرجلة، ان الحياة عنده مش ماشية بأسلوب صحيح ولا منظم، فبالتالي انت بتاخد فكرة مش كويسة عن البني آدم ده. فطبعا اي حاجة في التابلو ده لما تبقاش حلوة بتلفت عينيك وبتديلك بقى بترجم عندك في الدماغ الكلام ده كله اللي احنا بنقوله. الزراعة مثلا، السنة المفقودة شيء مزعج في النظر، يعني لما يكون واحد عنده سنة رايحة اول ما تبص له تحس ان في حاجة غلط. طبعا يعني احنا عندنا اول حاجة بتبص انت عندك صفين شكلهم حلو وعندك سنة في النص ناقصة، عينيك هتروح فين؟ هتروح على الحاجة اللي ناقصة. ده من ناحية الشكل. طب نيجي من ناحية الصحة، ايه اللي محافظ على حجم العظم ده؟ هي الاسنان اللي موجودة فيه. مجرد ما بنخلع السن بيبدأ العظم ده يكش، بيبدأ العظم ده اللي هو الشاسيه المشدود عليه عضلات الوش، الجلد بتاع الوش اللي هو مشدود ده كش، اللي هيحصل يبدأ يظهر لنا الرينكلز أو يظهر لنا التجاعيد بتاعت الوش، يبدأ البني آدم يبان أكبر من سنه وهو لسه صغير. فاحنا دايما بننصح إن أي حد بيفقد أي سن لازم يروح بسرعة ويعوضه عند دكتور الأسنان عشان ما يبدأش يحصل المشاكل دي كلها. طبعا ده بالإضافة إن احنا بيبدأ عندنا طريقة المضغ ما تبقاش مظبوطة، اللي هي بالتالي بتأثر على مفصل الفك، نبدأ نسمع صوت طقطقة، بنبدأ يحصل تآكل في مفصل الفك. ليه؟ لأن حصل التهابات للأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانه. طبعا بيحصل مشاكل تانية في الأسنان. خلي بالك يا دكتور أيمن إن الأسنان دي كلها في حالة حركة، اللي مثبتها في مكانها كل واحدة سندة اللي جنبها وسندة اللي قصادها. طب احنا لما نشيل سنة من النص حصل خلل في الثبات اللي موجود ده، فبالتالي يحصل خلل في رصة السنان الموجودة دي، تبدأ السنان اللي قبلها تميل ناحية الحتة الفاضية، تبدأ السنان اللي قصادها تطول على حساب الحتة الفاضية، يبدأ ال- 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 الثبات أو الإكوليبريم ده اللي موجود ده كله يبوظ. فطبعا المضغة العضة نفسها هتبوظ أكتر، فالمفصل هيبوظ أكتر، فأنت دمرت الدنيا كلها. إذن تعويض السنة ده واجب، ده شيء لابد منه. وطبعا أحسن حل لتعويض الأسنان هي الزراعة، ان احنا بنحافظ على اسناننا من غير ما نبردها، من غير ما نلعب فيها، ونعوض السن بذاته عن طريق زراعيه محطوطه بيركب عليها الطربوش بتاعها بعد وقت معين وتبقى الدنيا كلها تمام. كان زمان الزراعه كلمه تخوف، كانت بتعمل هلع على ناس كتير. ولسه لحد دلوقتي ناس مش فاهمه ان التكنولوجي تطورت بالظبط، والتكنيكس الحديثه في زراعه الاسنان تطورت بشكل كبير جدا. ليه كان بيبقى عندهم هلع؟ لان زمان كان هو متخيل ان هو رايح يعمل جراحه كبيره، بيفتح فتح بالمشرط، الدكتور بيفتح يشوف يكشف العظم بتاعه عشان خاطر يعرف يشتغل، ويبدا ينشر في العظم ويدخل الزراعيه، وبعد كده يخيط، وبعد كده يقعد على الانتيبيوتكس فتره لحد ما الجرح ده يلم، وبعد كده بعد فتره بعد 6 شهور يبدا يحمل على الزراعيه. دلوقتي التكنيكس الجديده والتكنولوجي والحرفيه بتاعت الناس اللي استخدمت الكلام ده سهلت الموضوع جدا. بقينا بنحط الزراعيه دلوقتي في 5 و6 و7 دقائق. ازاي؟ بقينا بنفتح فتحه صغيره عن طريق حاجه اسمها بونش تكنيك، يا دوبك زي الخرامه بتاعت الورق كده، فتحه بملي بنبدا نشتغل منها كل قصه الزراعه دي من غير اي مشرط ولا خياطه بعد كده، او ممكن نستخدم الليزر يعني نفتح لنا فتحه برضو صغيره نقدر نحط فيه الزراعيه ونحط الكلام ده كله. التكنولوجي بتاعت معالجه السطح نفسها بقت عاليه جدا، بقت بتحفز العظم اكتر، بقت عامله زي المغناطيس اللي بيحفز العظم ان هو يبني على الزراعيه نفسها، فادتنا نتائج عاليه في وقت اقصر
من غير تعب ولا الم والكلام ده كله. زمان كنا بنكتب انتي بايوتكس حقن وبيديله انتي انفلاماتوريز وبيديله مسكنات كتير جدا كل ده حقن عشان خاطر يستحمل ما بعد الجراحه. دلوقتي هي حبيتين الدنيا بتبقى كويسه ومفيش اي مشاكل. طبعا فكره الاميديت امبلانت اللي هي انا عندي سنه بايظه فانا شلتها وقمت حاطط الزراعيه في ساعتها على طول ده احسن حاجه. لان موجود الدنيا بتبقى لسه غنيه بالدم اللي فيه عناصر النمو والشفاء فبتحصل عمليه الهيلينج اسرع من تكون زرعايه سنه مفقوده بقالها فتره طويله. كمان معالجه سطح الزرعه دي اللي هي الزرعه اللي هتزرع دي الزرعه اللي هتزرع اللي هو المسمار اللي هتحطه المسمار ده معالج معالج طبعا هو مش مسمار من عند الحداد يعني لا هو بيبقى معالج وليه ديزاين معين ان هو لما تيجي تربط الزرعايه بشكل معين العظم يعشق جوه الزرعايه عشان لما يمسك يدينا الثبات العالي في وقت اقصر. ده اللي برضو خلانا بعد كده نقدر نعمل حاجه اسمها immediate اللي هي immediate implant immediate load ان هو المريض يخش يحط الزراعيه بتاعته ويخرج بالسنه بتاعته في نفس اليوم. يعني انت ممكن تحمل نقدر نحمل دلوقتي اذا كانت العظم ليها مواصفات معينه عندنا عظم كويس دنسيتي بتاعته او الكثافه بتاعته كويسه طوله وعرضه وسمكه الكلام ده كله طبعا بنعرفه الاشعه المقطعيه. فيجي واحنا بنربط الزراعيه بنلاقي التورك بتاع الزراعيه عالي فبنقدر نحمل على الزراعيه في وقت صغير. قيمه الاشعه المقطعيه في الزراعيه الاشعه المقطعيه هي اساس التشخيص عامه. يعني انا مش عارف الدنيا قبل الاشعه المقطعيه كنا بنتعامل ازاي. طبعا العلم بيتطور وكل شويه تقول احنا كنا بنعمل كده ازاي. يعني احنا دلوقتي بنقول الناس من غير موبايلات كانت بتعمل ايه. فدلوقتي الاشعه المقطعيه اللي هي بتقطع لنا الفك لترانشات صغيره في كل اتجاهات. يعني عندنا بيجي لك فيو من قدام لورا مقطع. عندنا فيو من تحت لفوق او فوق لتحت مقطع. عندنا فيو اللي هو الكروس سكشن كده اهو. فتقدر تمسك كل حته صغيره تكشف بقى على الاعصاب بتاعت السنه على تسوسات السنه تكشف على العظم اللي انت هتزرع فيه هل العظم ده طوله وعرضه وسمكه والكثافه بتاعته كويسه. هل ده دلوقتي هل انا اقدر ازرع دلوقتي حالا ولا محتاج ستاب قبل الزراعه ان انا ازرع عظم وبعد كده استنى عليه واحط الزراعيه وبعد كده الدنيا في الاخر يوصل بسنينه كامله. فكل ده عن طريق الاشعه المقطعيه ما كن يعني هو ده اللي خلانا نعرف الكلام ده. قبل كده كانت الحاجات ال2 دي الاشعه المقطعيه طبعا 3 دي ثلاثيه الابعاد. ايام ال2 دي انت كنت بتشوف بلان واحد بس بتشوف المنظر عامل كده لكن الدبس بتاعك كان عامل العمق مش العمق شايفه. مش موجود. ايوه فهو ده اللي وصلنا للنقطه دي. بالتركيبات والزراعه هل هم متنافسين ام زي ما بقول شريكي في الاخر شريكين بيطلعوا في الاخر نتيجه كويسه؟ دول الـ 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 الشريكين المتعاونين اللي هم من غير بعض ما يقدروش يوصلونا للنتيجه دي. يعني لو زرعنا اسنان عشان نعوض السنه لازم نركب لها التركيبه الثابته فوقيها عشان المريض يقدر ياكل عليها. لو احنا دلوقتي عندنا حد زي الحاله اللي عندنا دي هو ما عندوش اسنان نهائيا لا فوق ولا تحت والدنيا بايظه خالص. انا لو زرعت له زراعيه مكان كل سن ناقص العظم هيفلق مننا بالبلدي كده. يعني تخيل كده حته خشبه حطينا فيها مسامير ضعفت هتفلق. تمام ده اللي بيحصل فعلا في العظم. فبنبدا ان احنا نحمل نوزع التحميل يعني نوزع الزراعات بطريقه عشان نوزع التحميل على الزراعات دي. فبنبدا نحط في الفك ما بين 6 و8 زراعات ونحط بعد كده كباري تتحمل عليهم كلهم اللي هي التركيبات الثابته. وبعد كده الراجل ده ياكل بقيه حياته باسنانه الثابته لان هو من حقه ان هو يفضل باسنانه لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته. هنا الحاله دي كانت قصتها كبيره شويه. الحاله دي كانت لفت في كذا حته قالوا لها انت ما عندكيش عظم خالص في الفك. يعني السكنس بتاع العظم كان قليل جدا ان احنا نقدر نحط فيه زراعيه. خلي بالك يا دكتور ايمن ان لازم حوالين الزراعيه دي يبقى فيه ملي من كل اول اراوند عشان خاطر الزراعيه دي تثبت. ملي من كل ناحيه عشان خاطر الزراعيه تثبت. ملي عظم ملي عظم. لو انا ما عنديش الملي ده طب احنا هنعمل ايه؟ الزراعيه ليها سمك. اقل سمك للزراعيه في زراعات دلوقتي 2.7 وفي حاجات اللي هي السمك بتاعها 2.7 وفي حاجات 3 و3 و3. فاحنا لازم 3 ملي ملي فاحنا لازم نحط معاهم 3 ملي ولا 3 سنتي؟ لا سنتي لا ملي 3 ملي ملي سنتي سنتي ده حاجه ايه ده لمؤاخذه 3 ملي 3 ملي فاحنا لازم نبقى فوق ال 3 ملي ده. في عندنا ملي اول اراوند. يعني لو احنا قلنا يبقى اذا العظم لازم يكون سمكه المفروض كويس. يعني قول 5 مثلا ملي 5 ملي ما هو 3 و3 ملي وملي وملي يبقى ادي 5. فاحنا الناس دي لفت على كذا حته
قالوا لها انت ما ينفع لكيش زراعه اساسا. فاحنا اخذناها ستيب 1، احنا هنخلي عندك عظم، انت ما عندكيش عظم، هنخلي عندك عظم. بدانا نزرع لها عظم في كل حته، بدانا نرفع الجيوب الانفيه لان هي طبعا كانت نازله عشان العظم ده كش، فبدانا نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم بتاعنا، واستنينا عليها 5 شهور. بعد كده حطينا الزرعات بتاعتها. في الحاله دي طبعا ما نقدرش نحمل بسرعه خالص، لازم كل حاجه تاخد وقتها عشان تمسك كويس قوي وتبقى جزء من الجسم. واستنينا على الزرعات دي كمان 5 شهور، وبعد كده هي بقت باسنانها الثابته بقيت حياتها. الست دي عندها 75 سنه، كانت بتقول لي انا مش عارفه استطعم ولا عارفه اكل ولا عارفه اتعايش، وعندها مشاكل في البطن ومش عارفه تتعامل بالاطقم المتحركه. وخلي بالك الاطقم المتحركه دي حاجه سيئه جدا، ان هي بتغطي السنسورز او الحساسات بتاعه الاستطعام اللي موجوده في الفم. ودايما هتلاقي دايما اي حد بيتعامل بطعم متحرك يقول لك انا بعد فتره الطقم وسع. هو وسع ليه؟ عشان العظم كش. بالظبط كده. الراجل ده ليه قصه كبيره قوي. الراجل ده هو مش مصري، كان هو عندهم عمل حادثه، اتعالج لمده سنه، كان العظم بتاعه مكسور بالاسنان اللي فيه لمده سنه وهم مش مثبته له. هو بيقول لي الحته دي بتلخلخ بس هم ثبتوها لي بسلك ومفروض الدنيا بقت كويسه. طبعا في الاكس ريز في الاشعه المقطعيه هو كان بيعمل بانورامات، فمش باين ان في حاجه كسر هنا في الحته دي. هم ثبتوها، مفتكروا ان السنان اتحركت من مكانها، واحنا لو فعلا لو سنه نزلت نقدر نحطها في مكانها ونثبتها لفتره هتثبت. لكن ما يعرفوش ان العظم اللي ماسك السنان كله بيتحرك. فده بقى طبعا بدا يعني يكون انسجه ما بين الحتتين العظم اللي موجودين، وبدات تمنع عمليه الالتئام بتاعه العظم كلها. فطبعا اضطرينا نفتح السنان، طبعا كلها بقت حالتها وحشه جدا فاضطرينا نشيلها. فاضطرينا وبعد كده اضطرينا نفتح، واستخدمنا العظم بتاعه وكملنا له عظم بيجي في صوره باودر من عندنا وثبتنا له الكلام ده كله. وبعدين حطينا الزرعات بتاعتنا، وبعدين في خلال 2.5 شهر بقى بالاسنان بتاعته اللي تحت دي. ما شاء الله بقى حلو جدا. وبياكل عليها وزي الفل. وزي الفل. ياكل حاله صعبه. جدا طبعا. هي الفكره كلها هو ليه عانى لمده سنه؟ عشان ما فيش دايجنوزس اتعمل له مظبوط. لو اتعمل له الدايجنوزس مظبوط بالاجهزه المظبوطه زي الاشعه المقطعيه هنقدر نوصل للكلام ده. برضو دي حاله فقد كل شيء. الحاله اللي فاتت دي هي دي كان يعني استخدمنا فيها تكنيكس كتير جدا عشان نوصلها للوضع ده. مبدئيا هو من فوق لتحت ده اخد 2.5 شهر تقريبا. احنا رفعنا الجيوب الانفيه واستخدمنا الزراعات المايله في تكنولوجي بتاعت الزراعات المايله. لو انت عندك عظم صغير بتحط الزراعيه بميل معين وبيكون ليها راس بتاعتها واخده انجل معين تبقى طالعه لك في الوضع اللي انت عايزه في الاخر. فبدانا رفعنا الجيوب الانفيه فوق وحطينا الزراعات بتاعتنا. طبعا معظم الحالات بنشتغلها كلوز ساينس ليفتنج اللي هي بنرفع جيب الانفي من غير ما نفتح. بس في حالات بنضطر ان احنا نفتح ونحط العظم بتاعنا ونقفل تاني. تمام. هنا ما استخدمناش غير الكلوز ساينس ليفتنج، واستخدمنا الزراعات المايله تحت لان احنا كنا قريبين من الاعصاب. ولو حضرتك اخدت بالك ان في التركيبه اللي تحت احنا معوضين جزء من اللثه، لان احنا الفيرتيكال دايمنشن اللي هي العلاقه من الانف للدقن لما تقل عن المفروض هيبدا يحصل لنا الرينكلز اللي بتبان دي بان الرجلك. بالظبط كده اهو. وغير كده يؤثر لنا على مفصل الفك جامد جدا. فاحنا لما بنيجي نقيس له ساعه التركيبات والكلام ده كله لقينا ان احنا لو عملنا حجم السنين عشان يعوض الفيرتيكال دايمنشن دي السنين هتبقى كبيره قوي. فبنبدا نعوض جزء من اللثه في التركيبه بتاعتنا الثابته عشان خاطر نوصله للنتيجه ان دي لثه صناعيه. دي لثه صناعيه اللي احنا شايفينها هنا، عشان محدش هيعرف انها صناعيه خالص، احنا بس اللي عارفينه هو. تمام. ليه؟ عشان شكل السنان يبقى حلو ومرسوم حواليها اللثه كويسه ويقدر ياكل على اسنانه والدنيا تبقى زي الفل. عشان يبقى بس لانه شكل اللثه لازم يبان شكل. بالظبط. لان احنا الكادر بتاعنا اللي بيبان هي اسنان ليها اطوال شكلها كويس على وش البني ادم مرصوصه رصه معينه، جزء من اللثه بيبان اللي هو من 0 لـ 3 لان اكتر من كده هيبقى ضحكه لثويه. فاحنا عايزين المنظر ده كله يبقى باين بالشكل المظبوط. مش مشكله هو كان عمره قد ايه، مش مشكله هو خسران سنانه بقاله قد ايه، مش مشكله اي حاجه، احنا المفروض نوصل له اللي هو عايزه. بالظبط. وهنا العظم بتاعه سمح ان احنا نحط تركيبات، عدد من التركيبات فوق ده. انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن، المشكله ان الثقافه الجيل الجديد كله بقى فاهم ان احنا لازم نروح على طول نزرع لو حاجه فقدناها. في ناس اللي هي من زمان ما عندهاش الثقافه دي،
فطول ما هو سايب سنانه من غير زراعة او تعويض بيبدا العظم يكش. فمعظم الناس دي بنضطر ان احنا نحط لهم عظم عشان خاطر نرجع لهم مساحه او كميه العظم المناسبه عشان نحط فيها الزراعيه، لان ده نجاحنا. وهو في الاخر احنا مش عايزين نتعبه وندخله في قصص تانية، احنا عايزين يوصل لاحسن نتيجه من اول مره. هنا برضو هنا نفس القصه برضو زراعات كتير. دي بس دي اشمعنى الفك الفوقاني هو اللي راح؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، دي في بلدها الوعي الطبي مش عالي قوي، التكنولوجيا مش عاليه قوي، فهم كانت كل حاجه بتبوظ بتروح تخلعها. على فكره دي مش كبيره في السن، دي عندها حوالي 43 سنه، صغيره جدا في السن. خلصت بقها كله خلع ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ويجي يقول لك احنا هنركب تركيبات ثابته نعمل كوبري وبتاع، ما يتعملش مظبوط فيسرب فيبوظ سنتين تانيين، فيقوم ساحب السنه اللي بعديها فيسرب فيقوم ده، لان هم مفيش تكنولوجي يعني الطباعه ثلاثيه الابعاد، مفيش فكره السارك، مفيش فكره الكات كام اللي هي بتدينا التركيبه المحكمه اللي مش هيخش حاجه على السنه اللي هي هتبوظها واحنا مش عارفين. فسحبت سنانها كلها، وبعدين طبعا كان عندها اكتئاب وكان عندها مشاكل اسريه بسبب ان هي ما عندهاش سنان، والعظم بتاعها كله كش لان هي قعدت فتره طويله. فدي برضو اخذت مرحلتين، مرحله زراعه عظم ومرحله بعد كده حطينا زراعات دي، وبعد كده مشيت بسنانها وكانت مبسوطه جدا جدا. يعني اعتقد ان هي كمان يعني الثقافه لازم تزيد في عمليه الزراعه دي جدا. وبعدين يا دكتور ايمن، الزراعه على طول في تطور، في يعني في حد بيقف عند فكره ان انا بعرف ازرع حاجه ستريت فورورد، عندي شويه عظم احط فيهم مسمار وخلاص. في حد بيقدر احنا هنرفع الجيوب الانفيه، في حد يدي الحل للي ما عندوش حل في حته تانية. فاحنا دايما بنحاول نطلع الحلول للناس اللي ما عندهاش حل في مكان تاني. الزراعه المواد المستخدمه بقى في التحميل تختلف؟ يعني كتركيبات التركيبات طبعا بتختلف. عندنا انواع من التركيبات كتير جدا، من اول البورسلين بتاع زمان، بس احنا بطلنا نستخدم البورسلين كبورسلين بالمعنى المفهوم. زمان كان بيعمل ايه فني المعمل؟ كان يجي يبني الشاسيه بتاع البورسلين ده. البورسلين ده بيبره عن معدن كوبالت كروميوم وعليه بورسلين. الاول بيجي فني المعمل يوم بني شمع، وبعد كده يدخله في جبس ويعمل له مخرج ومدخل، ويحط الكلام ده في الفرن، يسيح الشمع يخرج من المخرج، يحط معدن من المدخل، وبعد كده يسيبه ينشف يطلعه، وبعد كده يبني عليه البورسلين. مشكله القصه دي كانت ايه؟ اول مشكله، عمر ما ايد فني المعمل هتطلع اكيوريت ان هو يبقى محكم 100%، فلازم هيحصل ليك، لازم هيبقى بتسرب. تمام، دي اول نقطه، بدليل ان الرسام لو جبنا رسام مشهور جدا وقلنا له ارسم نفس اللوحه مرتين عمرهم ما هيطلعوا ايدنتيكال. تمام. الحاجه الثانيه، التمدد والانكماش بتوع المواد المختلفه تحت تاثير التبريد والتسخين مش زي بعض، فده كان بيعمل لنا ليك تاني. فلما ظهرت فكره ال 3 دي برينتنج اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد، اللي هو انا هصور الكوبايه دي ماشي، هدخل على الكمبيوتر شويه اوردرز، اطلعها الناحيه الثانيه من اي ماده معينه تتخرط بنفس الدايمنشنز بالظبط اكيوريت، ده ادانا نتائج 100% مفيش تسريب. فاحنا بطلنا نستخدم البورسلين، بقينا نستخدم الحاجات، يعني بقينا نعمل الميتال ده بقى يجي في صوره بلوكس بيتخرط وبعد كده يتبني بورسلين. بس بقى لسه عندنا مشكله تانية الطبيعيه. احنا طول ما احنا بنضحك سبحان الله السنه بتاعتنا ترانسلوسنت، فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء. تمام، الحاجه اللي جواها الميتال بتقفل الضوء ان هو يعدي، فدايما اللي حاطط تركيبه بورسلين فيوست ميتال لازم هيبقى في حاجه قطف الضحكه بتاعته، حاجه مش طبيعيه تفتقر للطبيعيه. فبدات الابحاث تتطور في صناعه التركيبات الثابته، فوصلنا للزركون. الزركون ده حجر بيتعمل منه التركيبات الثابته دلوقتي، عنده نفس الاستنس، نفس القوه بتاعت السنه الطبيعيه، عنده نفس الترانسلوسنسي، نفس الشفافيه، هو مش شفاف، هو بيعدي الضوء بس، بتاعت السنه الطبيعيه. فادانا شكل جمالي كويس جدا وشكل طبيعي. هل احنا وقفنا عند كده؟ بقينا بندور، طب احنا الزركونيوم ده بنعمل منه سيكنس او سمك 1 ملليمتر، ده اقل حاجه. يعني احنا محتاجين عشان نركب كراون طربوش على سنه ان احنا نبرد من كل ناحيه السمك الواحد ملي. ايوه. فبدا دخلنا في قصه الاي ماكس، بدانا ندور على حاجه تانية ان احنا ناكل من السنه اقل، فلما نركب الكراون عليها ما نبقاش بوظنا تو ستراكشر بتاع ربنا اللي هو جسم السنه اللي ربنا مديهولنا، فالدنيا بقت كونسرفاتيف اكتر، بقت محافظه اكتر. طب احنا لسه طمعانين، احنا عايزين حاجه جماليه اكتر واكتر. نزلت فكره الزيركونيوم المالتي لايرز.
متعدد الطبقات. حضرتك يا دكتور ايمن لو بصيت في المرايه هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، اغمق سنه من الاطراف. ايوه. هتلاقي ان السنه قريب من اللثه، احنا قلنا ان هي ترانسلوسنت بتعدي الضوء، هتلاقي ان هي معتمه سنه اكتر من الاطراف، الاطراف شفافه، شفافه اكتر بالظبط. فالتدريجه بتاعت الالوان مع الشفافيه دي عملوا منها بلوك من الزيركونيوم، بتبقى كذا طبقه فوق بعضيها عشان تدينا نفس الشكل ده. فبقينا نقدر نعمل سنه محدش يقدر يقول لك ان دي مش طبيعيه غير دكتور السنان، ومش هو قاعد قدامك لما يقعدك على الكرسي ويكشف كشف دقيق جدا فيقدر يطلع ان دي سنه مش طبيعيه. والعين على فكره العين البشريه حساسه جدا طبعا، دي تقدر تحس ان السنه دي تشوفها كده يقول لك على السنان ديت ارتفيشال قوي. بالظبط. احنا بندور على الطبيعيه، احنا عايزين الناس تاكل بسنانها وفي نفس الوقت شكلهم طبيعي. الناس تاكل بسنانها ومحدش يقول ان هم عاملين اي حاجه حتى لو ما كانش عنده ولا سنه. على فكره المالتي لاير ده في دكاتره كتير جدا ما بتقدرش تطلعه على الكرسي السنان نفسه، صعب جدا، لان هو لو هو معمول مظبوط بيبقى نازل تحت اللثه سنه ويبقى واخد نفس تدريجه السنان اللي حواليه، فمحدش يقدر يكتشف ان ده فيه حاجة مش طبيعية موجودة هنا. هنا مثلا في الحالة دي، دي حالة تركيبات. دي حالة تركيبات. احنا كان عندنا في فرق في السنان كبير قوي. تمام. فرق في السنان ده، دي ده حد وكانت عندها مناسبة، يعني عندها جواز بتاعها قريب، فهي عندها عقدة من الموضوع ده وحصل مشاكل برضو بينها أسرية وبينها عندها في الأسرة نفسها. فبدأنا نحضر الأسنان دي. دي صعبة على فكرة الحالة دي طبعا. ليه بقى؟ لانه انت مش هتقدر تعمل سنتين، تشتغل على سنتين، بدك تشتغل على السنه كلها. مستحيل. حضرتك خلي بالك احنا لو عملنا عوضنا السبيس دول على السنتين القداميين دول يبقوا سنتين قد كده اهو. تمام. رابط. فبتبدا تقسم المسافه اللي موجوده دي على الاسنان اللي حواليها. ففي الاخر تاخد في الديزاين بتاعك رصه سنان شكلها حلو زي اللي تحت، ما حدش يقدر يقول لها ان انت عامله حاجه، لا شكلها طبيعي جدا وشكلها حلو جدا وسدت المشكله بتاعتها. وطبعا هي محكمة وأكرت قوي إن هي تحافظ على السنان اللي جواها، لازم تبقى عاملة زي الجراب، مفيش حاجة تخش للحاجة اللي جواها. الكراون اللي هو قواعد تكوين الكراون، تركيبة الكراون، أهم حاجة فيها التقفيلة. دي أهم حاجة على الإطلاق. التقفيلة وبعدين الشكل. لأن التقفيلة دي لو مش موجودة أنا خسرت السنة اللي تحت. بالظبط. الشكل هيتظبط. يا انا مستحمله يا هروح اظبطه في حته ثانيه. لكن السنه لو مسربه، لو التربوش مسرب باظت السنه. باظت السنه بس. تبوظ في قد ايه؟ كل واحد غير التاني. كثافه الكالسيوم في السنه نفسها عندي غير عند حضرتك غير عند كل واحد. هي الفكره كلها ايه؟ احنا مش هقول لك اكل، لو انا بشرب عصير نقطه دخلت في الحته المسربه، النقطه دي تعفنت ماشي، بدات تطلع احماض، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ السنان دي عباره عن كالسيوم محطوط في مش في شبكه. تمام. بيبدا الاحماض دي تاكل في الشبكه دي فتفرط الكالسيوم الموجود ده، بيبقى اسمه التسوس بعد كده. تمام. قاعد اشتغل، لو انا السنه دي ميت العصب بتاعها انا مش هحس، فجاه وانا باكل تك السنه اتكسرت بالطربوش بتاعها. هو المريض مش هيبقى فاهم ده حصل ليه، بس هي حقيقه هي حصل ان ده مسرب. ده انا وافقت ان انا شميت ريحه وسبته، انا وافقت ان انا شايف فيه تسريب وسبته، انا وافقت على حاجات كتير قوي فوصلت لي النتيجه دي. التركيبات التكنولوجيا لعبت برضه فيها دور كبير طبعا. فكره الكات كام والسرك زي ما قلت لحضرتك، الطباعه ثلاثيه الابعاد دي بقينا ناخد بعد ما ناخد مقاساتنا بطريقه دقيقه جدا، في حاجات بناخدها بكاميرات وفي حاجات بناخدها بمواد معينه دقيقه جدا، بننقل الكلام ده على الكمبيوتر بيدينا الشكل السنه بالظبط عامل ازاي، نبدا نبني عليه الديزاين، نبدا نخرط بدقه عاليه جدا. وخلي بالك يا دكتور ده تايم سيفنج من الدرجه الاولى. احنا هنا شايفين في الحاله دي برضه انت جايب حالات صحراء. انا جايب الحالات دي عشان اقول للناس ان دايما في امل. ما دي حالات صحراويه. انت عندكش سنان مش معنى كده ان انت مش هتعيش بسنانك. لا، هنرجعك بسنانك. بقيت حياتك. لا بس برضه تعمير الصحراء. تعمير الصحراء ده جامد جدا. هنا الـ كمان يعني ان انت بتالف عضه، ما انت ما عندكش عضه موجوده. دي من اصعب المشاكل. وهقول لحضرتك بصراحه لازم الديزاينر انا باخده معايا في حالات معينه، لان دي شغلته. هو اللي عارف القفله دي هتبقى عامله ازاي. طبعا في طرق معينه بنستخدم حاجه اسمها فيسبو. فيسبو ده اللي بيدينا العضه في كذا اتجاه فنقدر نعمل عضه. ده بروجرام.
ده بيتربط ببروجرام يعني احنا بناخد العضه بطريقه معينه بتتربط ببروجرام معين فتدينا العضه في كذا اتجاه فتقول لنا السنان لما تعمل لها الديزاين الفلاني لو عض يمين شويه او شمال شويه مش هيبقى عنده مشكله. دي تكنولوجيا يا دكتور عيني. دي تكنولوجيا رائعه جدا. خدمت هنا زرع على كام زرع؟ يعني انا الصوره مش قدامي. الايه؟ الصوره بس مش واضحه قدامي. لا دي على كام؟ على اربعه؟ لا دي كان سته. ستة ثلاثة يمين وثلاثة شمال بس هي مش واضحة في الصورة شوية مش واضحة لسه طيب نشوف الحالة اللي بعديها بقى نشوف الحالة اللي بعديها لانه الحالة دي برضو حالة صعبة بقى. دي سنة واحدة دي سنة واحدة ودي الميديت دي كان عندها جدر موجود ده تشيل وتحط له الزراعية بس تعمل لها حاجة تانية غير كده لا ولا أي حاجة تانية هو ممكن نكون نظفنا أسنانها بس شوية لأن احنا أي حالة بتخش لازم ننظف الفم عشان ده مليان بكتيريا لو احنا مهملين فيه هتبوظ لنا أي حاجة بنعملها فبننظف الدنيا وحطينا الزراعية بعديها بكام ساعة بقت ماشية بالسنة بتاعتها حلو قوي ودي عملت ايميديت لو تعمل دي ايميديت ايميديت ودي كده كده كان برضو فرحها وعايزه تعمل ايه بس هي مشكله يعني الناس تدينا وقت بدري شويه عشان خاطر تبقى الدنيا اسهل دي بقى برضو من الحالات ده برضو الابيض يعني موضوع ان احنا مفيش سنان بالظبط وده برضو جاي لنا من بعيد فكره برضو ان هو عظمه الناس قالوا له انت ما ينفعلكش زراعه اسنان وهو كمان كان مهمل قوي في التدخين والكلام ده كله في حاله في حاله الفم الصحيه فاضطرينا ان احنا نرفع له حاله الفم الصحيه بعلاج للثه والكلام ده كله وبعدين حطينا الزراعات بتاعتنا حطينا هنا بقى احنا ما حطيناش عظم واستنينا وحطينا زراعات لا احنا حطينا العظم مع الزراعات واستنينا عليها 3 شهور وبعد كده عملنا له ديزاين مظبوط وهنا انا فاكر الحاله دي عملنا حاجه ظريفه جدا الاشعه المقطعيه نفسها وصلناها بالسرك ادت لنا ايه او الدي اس دي ادت لنا ايه المكان الامثل اللي احنا نحط فيه الزرعات عشان خاطر لما نخلص السنان تتراص هيبقى شكلها عامل ازاي فده قمه التكنولوجي ان انا قبل وانا على الصحراء عندي ديزاين موجود ان انت هتحط هنا الشجره دي هنا وهنا 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 عشان اللوحه كلها تبقى شكلها كذا في ناس عندها خبره شويه في موضوع الزراعه تقول لك ماشي انا بس سمعت انه الجيب ناس دكاتره ولا ناس لا انا بتكلم عن الناس اللي رايحه تزرع يعني المرضى يعني فيقول لك انا سمعت ان في قد تكون مشكله في الجيب الانفي ودي كتيره لو احنا نازل ودي كتيره لو احنا سايبين درسنا فتره طويله وهنا تبدا بقى قصه رفع الجيب الانفي بالظبط ايه بقى قصه رفع الجيب زمان كنا بنشتغل بطريقه واحده بس ان احنا بنعمل بنفتح اللي هي اوبن ساينس ليفتنج بنفتح في اللثه وبنعمل ويندو صغير نرفع الجيوب الانفيه بنحط عظم وبعد كده نستنى شويه ونحط الزراعه بتاعتنا ده زمان دلوقتي عملوا الكلوزد ساينس ليفتنج ان احنا من الفتحه اللي رفع الجيب الانفي بس من غير ما نفتح الفتحه احنا قلنا في الاول احنا بنفتح للزراعيه حاجه ملي صغيره قوي بانش تمام دلوقتي بقت من الملي ده بنقدر بنفتح بنوصل للجيب الانفي نبدا نحط مواد معينه سالاين وحاجات كده اهو نرفع الجيب الانفي لفوق شويه بعد كده نحط عظم فوق الحته اللي احنا فتحناها ما بين الجيب الانفي والفتحه بتاعتنا وبعد كده نحط الزراعيه بتاعتنا بنجاح عالي جدا دي في الحته دي احنا هنا بنخلط الماتيريالز اللي احنا بنحطها العظم والكلام ده كله ده بنحط عليه سلاين وبعدين بنقوم كابسينه بطريقه معينه ده بالتفصيل بقى ده تفصيليا تفصيليا ازاي اكون العظم الصناعي ازاي بنحط العظم بتاعنا في اثناء الساينس ليفتنج الكلوز ساينس ليفتنج في اثناء رفع الجيب الانفي وهو مقفول من غير فتح اهو ده رفع جيب انفي بياخد وقت قد ايه قبل ما ده بياخد 10 دقايق واحنا في وسط ايوه لا بتكلم على بقى الالتهاب احنا بقى بنسيب بقى القصه دي مع الزراعيه اللي احنا حطيناها بعد ما رفعنا الجيوب الانفيه بنسيبها الوقت اللي هو 3 شهور لحد ما الدنيا دي كلها تمسك هو ده سؤالي ان احنا نقعد 3 شهور بالظبط كده ما ينفعش بقى في حاله زي دي حمل عظم مستحيل احنا قلنا عشان نحمل لازم عندي عظم بكثافه كويسه طول وعرض وسمك كويس نقدر نبدا نحمل لان هو هيديني ساعتها تورك عالي ونشيل ستابيليتي عاليه نقدر نتعامل فيها بس طبعا بيبقى في توصيات معينه للمريض في اول فتره ديت من الحاجات اللي خلت حكايه الجيب الانفي اللي يمنعني من الزراعه خلاص سهلت الدنيا جدا سهلت الدنيا جدا زي ما احنا شايفين احنا حطينا الزراعه والعظم كله مسك اهو وبدانا نحمل على الزراعه والدنيا بقت ماشيه كويس طيب كلمني عن العضه بقى العضه انا عايز نقف شويه عند العضه اوكي العضه لو ما اتعملتش مظبوطه
ايه اللي هيحصل؟ هيبدا المريض ياكل بطريقه مش مظبوطه. يعني على فكره العضه دي ناس كتير ما تفهمها، يعني ايه عضه؟ ده العضه ان هو في العضه دي بتبقى سنتريك، يبقى ان البني ادم بيعض في الوضع اللي في النص، واكسنتريك اللي هو في الاوضاع الجانبيه. العضه هي انه سنانك اللي فوق بتقفل على بعض، على سنانك اللي بالظبط كده دي العضه. ماشي، عشان نقدر نطحن الاكل. والانواع اللي انا قلتها دي انواعها. اللي انا هحكيه دلوقتي هي مشكله العضه لما تكونش مظبوطه، وبرده النتائج اللي هتحصل دي هي نفس النتائج لما يكون حد بيجز فترات طويله من غير ما يتعامل مع نفس القصه اللي حد اللي هو بيتعامل عادات سيئه، اللي هو مثلا يحط حاجه في بقه فيعض، يقعد يعض عليها فتره طويله، او يكسر حاجات في بقه، او يفتح حاجات في بقه. ايه اللي بيحصل؟ نتائج الكلام ده بتبدا المريض يحس بيسمع صوت خروشه او طقطقه في المفصل بتاعه. ده بيبقى ايه؟ وايه تطوراته؟ وهنوصل لايه في الاخر؟ ده بيبقى الغضروف موجود ما بين راس المفصل والتجويف بتاع الجمجمه اللي هو بايت فيه راس المفصل. موجود الغضروف ما بينهم. الغضروف ده مشدود باربطه وثابت في مكانه بطريقه معينه. ده مفصل الفك. ده مفصل الفك. عشان ايه؟ عشان يفضل الحركه، هو ثابت والحركه بتاعت المفصل فيه موجوده. ايوه، تفضل موجوده من غير ما يحصل احتكاك ما بين راس المفصل والعظم اللي فوق. نتيجه العادات السيئه او العضه المش مظبوطه او الكلام ده كله، بيبدا الاربطه دي يحصل فيها التهابات شديده جدا، فيبدا الغضروف يتحرك مع فتحه البق وقفلته قدام وورا، اللي بتنتج عنها بعد كده صوت الطقطقه او صوت الخروشه. الطقطقه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى الغضروف اتحشر في حته معينه، فزانق المفصل ان هو يفتح، وطق هو عدى من الحته المعينه دي. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل لو احنا سيبنا الكوز؟ احنا دايما عندنا في الطب بنقول ريموف ذا كوز، المسكنات والكلام ده كله دي حاجات انت بتشيل الاعراض. ماشي، لكن لازم نشيل الكوز. ايه اللي هيحصل لو احنا ما شلناش الكوز؟ اللي هو الكوز اللي هو العضه الخطا، او سواء ان احنا بنجز من غير ما نتعامل مع الموضوع ده، او سواء ان احنا مثلا بناكل لبان كتير قوي، او احنا بنحط حاجه نعضعض عليها فترات طويله. ايه اللي هيحصل لما احنا نسيب الكلام ده كله؟ هيبدا يحصل تاكل في الغضروف بتاع المفصل اللي موجود ما بين المفصل والتجويف. المشكله ان التاكل ده لو فضل موجود، الغضروف ده هيقعد يتاكل لحد ما يتقطع. لما يتقطع هيبقى الفك علق وما بيفتحش ولا يقفل. ساعتها هنضطر نفتح جراحه، الجراحه دي نخيط فيها الغضروف ده ونثبته في مكانه. طب ليه نوصل للمرحله دي؟ لو احنا في الاول في المراحل الاولى هنبدا نشوف الكوز ونبدا نعالجه، يعني عندنا عضه مش مظبوطه نظبطها، نعمل نايت جارد في حاله الجز، نمنع العادات السيئه، ياكل اكل طري لفتره لو حد بياكل اكل ناشف والكلام ده كله. طب لو احنا عدينا مرحله ووصلنا للطقطقه هنعمل ايه؟ بنبدا نرفع العضه بجهاز اسمه رافع العضه. العضه دي لما بتترفع بنعمل كده هو بالظبط، فنسيب يحصل عملية الالتئام الطبيعية للغضروف في مكانه فيخف المريض ده. طب أنا عايز القصة دي تبقى بيرمننت، زي ما اتفقنا أو قلنا في الأول إن السنان كلها في حالة حركة، كل واحدة سندة اللي جنبها وسندة اللي قصادها. طب لو أنا فتحت التلاتة ملي إيه اللي هيحصل؟ هتبدأ السنان اللي فوق واللي تحت تطول بمقدار ملي ونص، إحنا مش شايفينه بس هو موجود، بدليل إن أنا لما هشيل الجهاز ده هلاقي فيه سبيس ورا بمقدار التلاتة ملي دول، اللي هما بعد كده هيتقفلوا لأن السنان بتدور على بعضيها، هتقفل بعضيها. فرفعنا العضه اللي ورا فحصل الهيلنج الكامل بتاعها، فخف ومنعنا ان هو يتقطع ولا يتاكل اكتر من كده. الجهاز ده بيتحط قد ايه؟ ده بيتحط من 6 شهور لسنه ونص. في ناس بس مش على طول يعني. لا لا لا، من 6 شهور لسنه ونص، والجهاز ده هو بيتعايش كل يوم قد ايه يعني؟ لا، بيفضل بياكل ويشرب وينام بيه، اول اسبوعين بيبقوا مش ظراف بس بعد كده بيبقى حته منه، وبعد كده لما اجي اشيله حتى المريض بيبقى متضايق لمده اسبوعين كمان وتبقى الدنيا كويسه. النقطه كلها ان في ساعات الناس بتعالج الكلام ده بكورتيزون، بكورتيكوستيرويدز وحاجات كده، وده مش مظبوط، لان انت هنا انت شلت الالتهاب، ما شلتش، ما عالجتش المفصل نفسه، انت لسه عندك القصه موجوده. عايزك تكلمني على التركيبات الثابته والتجميل. التركيبات الثابته والتجميل، ايوه، مبدئيا خلينا نتفق على حاجه. كل واحد ليه بصمته، ليه شكل الكادر بتاعه، ليه السنان واللسة والمربع ده ان هو يبان، والشفايف انه يبان بشكل معين. يعني احنا ما ينفعش اقول ان انا هعمل دكتور ايمن تجميل اسنان، انا هعمله الديزاين الفلاني انتر ركب. لا،
احنا لازم نعمل حاجه تليق على لون البشره، على شكل الوش، على الشغلانه بتاعه الراجل اللي عايز يعمل التجميل ده. تعمل تحليل الابتسامه وتصميم ابتسامه على اساس انت مين بالظبط كده. انت ازاي يعني؟ لازم ابص للثه. طب انا اللثه عندي لما بيضحك بتظهر منها قد ايه؟ هل هي بتعدي 0 لـ 3؟ يبقى احنا عندنا هنا ضحكه لثويه، لازم نبدا نعالج الضحكه اللثويه الاول. نبدا نرسم اللثه بالليزر، او نبدا دلوقتي البوتوكس دخل في الموضوع، او نعمل جراحه نسحب الشفه العلويه نخليها ما تترفعش قوي اثناء الضحك. تمام، ده حاجه. بعدين نبدا نصمم الابتسامه اللي هي لايقه على الراجل اللي رايح يعمل التجميل ده. نعمل له افتح حاجه تليق عليه. لان في ناس تيجي تقول لي انا عايزه جبنه، يعني عايزه سنان بيضه قوي. لا، هو انت دلوقتي السنان دي مش هتليق عليك. وعلى فكره انا في حالات برفضها بالسبب ده. لا، احنا هنعمل حاجه تليق عليك، لان في الاخر الحاجه اللي طالعه منك دي سينيه او امضاء مركز مكادي. دي خارجه من عندنا. فانت لما حد يشوفك وهو هيشوفها وحشه هيقول لك دي انت عاملها فين؟ هيقول له عاملها في الحته الفلانيه. احنا ما نطلعش شغل ده، احنا بنعمل حاجه اللي تنفع لك. فاحنا البصمه دي لكل واحد الحاجه اللي تنفع له. فاحنا نبدا نجمل التجميل ده حاجات كتير قوي. ممكن تبييض لو سنان مرصوصه، تقويض نعمل لها تبييض، هتبقى الدنيا زي الفل واللثه حلوه مفيش مشاكل. ممكن يبقى في شويه اعوجاج في الاسنان، نرصها بتقويم ونعمل لها تبييض، هيبقى الدنيا برضو بعدها تجميل، هتبقى الدنيا شكلها حلو. ممكن تبقى السنان مكسره ومسوسه وفيها عصب والكلام ده كله، نبدا نعالج الكلام ده كله في الاول، وبعد كده نعمل ديزاين لاسنان شكلها حلو ونركب له تركيبات ثابته اللي هي الكراونز اللي فوق السنان باحكام عالي جدا عشان ما تبوظش اللي احنا عملناه. ممكن يبقى في سبيسنج، في مسافات ما بين الاسنان كل سنه وبعضيها، نبدا نعمل فينيرز. الفينيرز دي برضو بيتعمل لها ديزاين، يعني احنا ما بنجيبش كيس فينيرز، احنا بنعمل ديزاين للاسنان دي على حسب شكلك وشخصيتك. لما هنلزقها على سنان فينيرز دي عامله زي قشره الضوافر كده، بتتعامل من الاي ماكس، بتبدا تتلزق على السنان بعد ما يتعمل لها ديزاين، تدينا رصه السنان الجميله دي بالالوان اللايقه على حضرتك. ودي اكتر حاجه كونسرفاتيف، اكتر حاجه محافظه، ودي اللي احنا بننصح بيها الناس اللي هي اسنانهم رصتها حلو بس هو عايز لون فاتح يبقى بيرمننت، ما بيتاثرش بالتدخين، ما يتاثرش بالاكل، بالكلام ده كله. لان التبييض بيرجع بعد فتره، فاحنا دلوقتي بقينا بندور احنا عايزين اللي هيجمل يبقى معاه حاجه بيرمننت، حاجه دائمه. مش دايما الدنيا زي ما بيقولوا بتبقى متسفلته، مش دايما الدنيا بتبقى دايما في عقبات، مفيش حاجه بتمشي كده. وساعات يبقى العقبه دي في الصوره زي ما تقول ايه، اقول لك ايه، لغم، حفره مش انت مش شايفها، ماشي كده كلب يطلع يهب يهبش، يعني حاجات كده غريبه. يعني واحد جاي يزرع لك مثلا، يزرع سنان وفي مشكله مش باينه، ما يبينهاش الا الخبره والتكنولوجيا الحديثه، زي كيس دهني مثلا. كيس الدهني ده من اكتر الحاجات اللي بتشوفها لغم كبير، مشكله لما بيتساب بيحصل له تطورات مش كويس. ايه هو الكيس الدهني الاول وبيبدا ازاي؟ واحد سنته سوست وسابها، وصلت للعصب، اخد مضادات حيويه، عملت له خراج، اخد مضادات حيويه ومسكنات هدي الخراج، بدا الصديد ده يتكون تحت الجدر نفسه من تحت. واحنا عارفين ان العظم بيشتغل بخاصيتين عكس بعض، حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي وحاجه اسمها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. ايه دول؟ اوستيوكلاستيك ان العظم ياكل نفسه، اوستيوبلاستيك ان العظم يزود نفسه، وده الميكانيزم اللي احنا بنكبر بيه واحنا صغيرين. احنا عندنا ده كيس دهني كبير خرجناه، وده نوعه حاجه اسمها او كي سي اودونتوجينيك كيراتوسيست، ده بيعامل معامله الاورام. هشرح لك الاول ايه هو الكيس الدهني وبعدين هقول لك عملنا ايه مع ده. وش البني ادم بيكبر ازاي؟ بيبدا العظم يزيد من ورا ويبدا ياكل نفسه من جوه، فتلاقي الوش كبر مع اختلاف طفيف في سمك العظم. يعني احنا عظمنا ما بيبقاش كده يقعد يزيد عظم فالعظمه تبقى بالحجم ده كله، لا ده سبحان الله ان هو بيشتغل بالميكانيزمين دول عكس بعض. طيب ده نفس الميكانيزم اللي احنا استخدمناه مثلا في التقويم. لما بنعمل بريشر او ضغط معين على العظم بيبدا ياكل نفسه ناحيه الضغط ويبدا يزود نفسه الناحيه الثانيه فالسنه تتنقل من مكانها. ده بقى بيحصل بطريقه لما الصديد بيتكون تحت السنه نتيجه خراج فتره طويله بدون علاج، بيبدا ياكل في العظم اللي حوالين الجدر. ايوه، لما بياكل في العظم ده بيكون اوضه، الاوضه ده اللي بيبقى التطور اسمه خراج مزمن. الاوضه دي بتبان في الاكس راي حته سودة كده بس مش محدده
الاطراف. الحته السوداء دي بتبقى مليانه صديد، مهما عالجت لازم تعالج الحته السوداء دي عشان خاطر السنه دي تتعالج. من حد بيقول لك انا رحت للدكتور سنان عمل لي علاج عصب ولسه السنه بتوجعني، بيبقى هي دي مشكله بس الدكتور ما شخصش مظبوط. طيب لما بنسيب القصه دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الجسم يلاقي ان العظم بيتاكل عنده، فيبدا يبعت نوع من انواع الخلايا اسمها ابيثيليال سيلز تبدا تبطن الاوضه اللي موجوده دي. لما التبطين ده بيكتمل ده اسمه الكيس الدهني. تمام، بيبدا بقى الكيس الدهني ده يتطور من الانفكتد ويقعد يتطور من العدوى، من اللي هو فيه صديد يعني. كيس دهني فيه صديد لحد ما يوصل لحاجه اسمها OKC اللي هو الاودونتوجينيك كيراتوسيست. مشكلته ايه ده بقى؟ الاودونتوجينيك كيراتوسيست ده احنا بنسميه سيست لايك تيومر. كيس دهني يعامل معامله الاورام. يعني ايه يعامل معامله الاورام؟ يعني لازم نشيله بسيفتي مارجنز. ليه؟ لان هو كيس دهني لما بيكبر لما بيوصل للمرحله دي بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز، يبقى صوابع بيعمل زي زوائد كده يخترق بيها العظم. فالدكتور لما هيشيله هيطلع الصوابع دي بتفضل لسه موجوده. زمان البروتوكول بتاعها كان الاستئصال بسيفتي مارجنز. سيفتي مارجن يعني استأصل حوالي حته امان بالظبط كده. دلوقتي استخدام الكرايو والليزر، كرايو ده اللي هو العلاج بالتجميد والليزر، بدأنا نقدر نموت الصوابع ده. الحالة دي احنا شلنا الكيس اللي فوق ده ولما تحلل لقيناه ان هو OKC. بعد كده حطينا فيه بعد ما شلنا الكيس قدرنا ان احنا نشيل الصوابع اللي احنا قلنا عليها دي، معمول عليها بيبرز كتير قوي. والمرة الجاية هجيب لكم اكس رايز بيفور وافتر وصلنا لايه. بدأنا نزرع عظم مكان الكيس دي. يعني احنا مشينا الاول الفينجرز دي، بدانا نزرع عظم في المنطقه دي. بدا العظم ده بنحط معاه بلازما وحاجات معينه عشان خاطر يشد حيله كويس، وبعد كده زرعنا جوه العظم اللي احنا زرعناه جوه الكيس. وبعد كده مشي بسنانه الثابته بقيت حياته من غير ما نستأصل زي زمان. انا ليه بحكي القصه دي كلها؟ عشان افهم اهمال في السن من اول التسوس بالمراحل بتاعته ممكن يوصلنا لا إيه؟ حلو قوي الشرح اللي انت شرحته لتكوين كيس دهني سببه ايه. بدات القصه بانه تسوس، واحد جاله تسوس وصل العلاج العصب وصل لمشاكل في العصب وعمال بقى يقول لك انا مش رايح انا همشي بالمضاد الحيوي هو في الاخر هيموت. الناس مش فاهمه ميزه البين. هو ايه البين؟ ده الالارم، ده المنبه اللي بيقول لنا اجري اتصرف انا عندي مشكله هنا. لما احنا بنطنش الالم، لما احنا بنطنش الالم ده احنا نستحمل التطورات. فدي من اهم القنابل اللي بتواجهنا. يعني بنلاقي عظم بقى، تلاقي كيس دهني كده كبير 3 في 3 مثلا، وتصرف بقى احنا انا عايز اقعد بسنين. لا استنى، احنا هنشيل ده وهنشوف ده قصته ايه وهننضف كويس قوي وهنحط لك عظم وبعد كده نحط لك زرعات وبعد كده احنا بنتصرف. بس احنا ليه سيبنا نفسنا من الاول نوصل لكده؟ هي دي النقطه. انت اسعدتني بهذا اللقاء جدا جدا، نزهه جميله في عالم طب الاسنان. اتفسحنا النهارده، خدتكم فسحتكم وفرجتكم على صحراء تم اعاده تعمير. صحراء فم مفيش سنان خالص، في فوق ولا تحت، وساعات فوق خالص مفيش، والدنيا يأست وعظم قليل. لا اتعلمنا النهارده ازاي حتى نحط العظم الموجود. طب كمان سنة بس مفقودة واحدة، وفهمنا اللي هيحصل لو اتثابت. لا هنحط الزرعة فيها ونحمل، نحمل دلوقتي ولا نأجل التحميل؟ طب عندي جيب أنفي هرفعه ازاي؟ ما هذه قضية كانت مهمة طب جدا طب. عندي مشكلة جبارة اسمها كيس دهني، وحكينا قصة الكيس الدهني. الحقيقة الحكاوي العلمية كانت كثيرة اليوم. اللي بيميز لقائي معاك كم العلم اللي انت بتشرح، كم علمي رائع للغاية. شكرا. وده مشاهد الدكتور انت بترضي له يعني زي ما بيقولوا طبيعته. طبيعة مشاهد الدكتور مش اي مشاهد طبعا. طبيعة مشاهد الدكتور خلاص، ده المشاهدين بتوعنا وصلوا للمرحلة يقولك لا انت ما ترضنيش بكلمتين كده وروح. دي خلت المريض جاي هو فاهم هو داخل على ايه، وهل الدكتور ده بيضحك عليه ولا الدكتور ده مش مظبوط. انتوا ثقفتوا الناس. الله يخليك، مش انا، انتوا. نورت يا دكتور. ربنا يخلي حضرتك. ضيف العزيز الاسم الكبير في عالم الاسنان والمتميز في ادائه العلمي والشرحي الدكتور كريم مكدي، كان في الدكتور. خليكم مع الدكتور.